كلامنا بالهيمي بيش. هيمي بيش يعني بصوا لنا بس عايزين نفهم لان الترتيب هيبقى غير ترتيب الكتاب شوية. ترتيب الفشار هيبقى مختلف عن الكتاب شوية. هيمي بيش يعني بعرف وان هاف اوف ذا بودي. بعرف الام وان هاف اوف ذا بودي. هل ينفع عشان اعمل بعرف وان هاف اوف ذا بودي اضرب البريفرنس؟ لا. ها؟ هل يعني ينفع يبقى هو موتور؟ لا. مش معقولة حاطط اثنين هنا وهنا وناحية تانية ما يبقاش فيه السؤال واضح واضح فالهيم بتيجي لازم تبقى أبر موتور نيورون ليجن الهيم بتيجي لازم تبقى أبر موتور نيورون ليجن مفهوم ولا لا واضح يبقى لازم أبقى ضارب البيراميدال تراك حلو هل ينفع أضرب البيراميدال تراك هنا عشان أعمل هيم بتيجي؟ لا ها طب هنا لازم عشان أعمل هيم بتيجي أبقى ضارب هنا أتليست أضرب هنا مش كده ولا لا عشان اعمل ايه بيجي يبقى لازم عشان اعمل ايه بيجي اضرب البرامدل فوق سي 5 احنا اتفقنا لازم يبقى برامدل لازم يبقى ابقى موتور مفهوم وفي نفس الوقت علشان اعمل ايه بيجي لازم البرامدل يضيف فوق سي 5 اشمعنى سي 5 بالذات دي نهايه البريكال وعشان ابقى ضامن ان الابر ليمب مضروب لازم ابقى فوق سي 5 فتعريف الايه بيجي اس فارس ان وان هاف اوف ذا بول دي تو برامدل كراك ليش اباب سي 5 مفهوم؟ above C5 which means إن عشان اعمل هيم بليجي يا اما اضرب البيراميدال تراك في البرين يا اما اضربه في البرين ستيم يا اما اضربه في السباينال كورد بس above C5 يعني عشان اعمل هيم بليجي يا اما ليجن هنا يا هنا يا هنا مفهوم ولا لا؟ لازم يبقى ليجن يا اما برين يا برين ستيم يا سباينال كورد above C5 C5 موافقون؟ الايتيولوجي بتاع الهيم بليجي الايتيولوجي بتاع الهيمبليجيا اشهر ايتيولوجي للهيمبليجيا الفاصل
هاشا جورجي اللي هو ايه باسل. والباسل يا اما كومبوزز يا اما امبوليزي يا اما هيمورج. عشان اعمل ترومبوز عشان اعمل ايه ترومبوز لازم يتوفى واحد من الكاوس كايات اللي هو يا اما هايبر كوجلابيلتي يا اما ستيزس يا اما انجري في الوقت بتاع بلاد ضغط. هايبر كوجلابيلتي ازاي مثلا طبعا شفتي كم حاله وسين سي ودي ديفيشنسي في حياتي خلصت مثلا اورايل كنت بتاخد بيننس ان شاء الله بس مش ده الاخر. كونتراسيبتيف بيلز المالينس كونتراسيبتيف بيلز اوبيزيتي دي هايدريشن دول اللي يعملوا هايبر كوجلابيلتي مور كومن. بعد كده بقى تقولي بروتين سي بروتين اس ديفيشنسي بوليسايتيميا ثرومبوسايتوسس. لكن اول حاجه تيجي على بقى الاوبيزيتي والدي هايدريشن والكونتراسيبتيف بيلز مفهوم. ده اول حاجه اللي هي تعمل هايبر كوجلابيلتي. ثاني حاجه ستيل اللي يعمل ستيزز في الارتريز شوك اللي يعمل ستيزز في الارتريز شوك مفهوم ولا لا؟ بغض النظر عن نقط سواء كان كارديوجينيك سيبتيك مفهوم ولا لا؟ اللي يعمل ستيزز في الارتريز الشوك. فاضل حاجه اللي هي الانجري اوف ذا وول اوف ذا بطس يا اما اثيروسكليروسس يا اما فاسكولايتس سيستميك لوبس روماتويد ارثرايتس مفهوم ولا لا؟ فالبروبوزل عشان يحصل هنا لازم يتوفر الشرط اللي هو بتاع بيكاوسكاي. عايز اعمل امبوليزم في البرين كده خلصت من البروبوزل. عايزين نعمل امبوليزم عشان اعمل امبوليزم. بصوا لي كويس فين دلوقتي ده الاتيام وده الفنتكل ده الاولفا ده الكاوتل وده البرين. عايز اعمل امبوليزم في الوين يا اما الامبوليزم جاي من الاف ايديوم زي انتر فايبريشن وده اشهر سبب على الاطلاق يعمل امبوليزم حتى في الحاله بتاعت العمل. لو جات لك حاله هيني سيجي اول ما تقعد قدام الممتحن هيقول لك تحصل غلط تقول له بيه حاله هيني سيجي يقول لك عارف تحصل غلط تقول له بيه ده شلل يعني يعني انت تقول اعمل انكل انا اعمل انكل اعمل نيه انا اعمل نيه يقول لك يا ابني فحصت الغلط تقول له لا يقول لك اطلع لازم الغلط بتاعك اه طبعا يا بيه لان اشهر سبب يعني امبوليزم ايه واشهر سبب الايه في مصر مايكرو بلاستيك مفهوم ولا لا؟ الحاجه الثانيه بعد الاف ام ام المايكرو انفكتيف ليفل ممكن تبقى ميوا برومبس العواطف ممكن يبقى عواطف انيوريزم معايا ولا لا؟ ينفع الترومبوس اللي تعمل امبوليزم في الوين تبقى في الرايت سايد ممكن لو في يعني ينفع تبقى جاي من الرايت سايد لو في اي اف اي او بي اس اي اه لازم تكون معاه عايز المانجا لازم يبقى في يونيفرسال اوف عشان امر ساعات يكون رايت دولاب لازم الشرط يبقى يونيفرس يبقى لازم يبقى عايز المانجا مفهوم ولا لا؟ واضح؟ لكن مش شرط الامبرس تبقى كومبس وتفتفه ممكن تبقى غير امبوليزم زي فايبرس الرواصين معاه ولاد ولا لا؟ او انت لو انت سبت سنتر لاين مفتوح مفهوم ممكن تبقى فات امبوليزم في الكاتش اوف لونج بولز ممكن تبقى ميوتيك فلويد امبوليزم في بريماتشور ابشن ممبرز ممكن تبقى تيومر امبوليزم في الميزون ممكن تبقى بارازيت امبوليزم لكن دول اكسترين ريك اهم حاجه اللي هي بروبو امبوليزم مفهوم واشهر سبب لا على الاطلاق انتر فايبريشن. نيجي بقى للهيمورج. الهيمورج دي السكال ده برين البرين متغطي بيا وبعدين ارتيرويد وبعدين تيوب. عشان نعمل ايه من ديجي لازم نضغط ايه يا جماعه ولا لا؟ هنا يبقى الهيمرج ممكن يبقى هنا او هنا او هنا او هنا. هنا دي اسمها اكسترا ديورال اكسترا ديورال دي اسمها سب ديورال. الاكسترا ديورال مش سب ديورال اوتوماتيك
الاكسترا ديور والسب ديور بيبقوا عادة ايه؟ سومات السب ارتينويد هيموريدج احنا عارفين رابتشر اوف انيوريز او انجيوما تاسمال فورميشن ممكن يبقى سومات الانترا سيمال هيموريدج بقى ده عادة بيبقى سبب انترا سيمال يا هايبرتنشن يا اما كواجلوباسي فانا عنده بيبي تنس بياخد اس كوارتس مفهوم ولا لا؟ وعادة الهيمرش في المنطقة دي بيبقى سببه ارتي اسمه الانتيكيو سترايت هنتكلم عنه بعدين ان شاء الله ارتي اسمه ايه؟ الارتي ده مهم جدا يبقى ممكن تبقى اكسترا ديوال او سب ديوال او سب ايكونويد او انتر سيرفر يبقى اشهر سبب على الاطلاق يعمل هيمرديجا والفاسكولار والفاسكولار يتربط الامبوليزمي ايه؟ يعني بعد كده بقى قول اللي انت عايزه كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري بلس كونجينيتال سيبها بص تروماتيك مثلا تفتكروا هيبقى فاكش فيما ولا لا امال تروماتيك يبقى فاكش ايه بيز ليه ليه هو ايه فاكش فاكش بيز لا فاكش بوت ايه يا جماعه فاكش بوت ما اختلفناش بس ممكن تبقى الفراكشن بتاع الديبريس فراكشن هو اللي ضاغط على الاريا 4 نفسها مش لازم يبقى عامل هيماتوما ممكن يبقى ديبريس فراكشن انفلاماتوري دروتين ابس صح؟ وايه تاني؟ ايه تاني يبقى ضاغط على الاريا 4 غير دروتين ابس بتفكروا في ايه؟ مننجايتس انفلايتس وين ابس؟ نيوبلاستي منجيوما غيره او بتس هنضيف عليهم حاجات سيميليتد سكليروس دي الحاجات اللي تعمل دي من بيشي يبقى نحفظهم ازاي اولا باصر ده اول حاجه تطلع من بقى ثرومبوز ايموليز وهيموليز بعد كده زي ما انت حافظ اي اسباب تبقى حافظها كونجنت انتوماتيك انفلاماتوري وباصر وهنضيف ديسيمينيتد هتكلم عن الكلينيكال بيكشر بتاع مين بيشي ركز معايا الكلينيكال بيكشر بتاع الهيمي بليجيا انك تجاوب ثلاث اسئله. السؤال الاولاني از ات هيمي بليجيا؟ السؤال الثاني وير از ذا ليشن؟ والسؤال الثالث وات از ذا ليشن؟ عشان اتكلم عن الكلينيكال بيكشر والهيمي بليجيا بجاوب ثلاث اسئله. از ات هيمي بليجيا؟ وير از ذا ليشن؟ اند وات از ذا ليشن؟ مفهوم؟ السؤال الاولاني از ات هيمي بليجيا؟ هنجاوبه ازاي؟ هنوصف الهيمي بليجيا. معاه الاد ولا لا؟ هنوصف ايه؟ هيمي بليجيا. الهيمي بليجيا دي حصل نتيجه الابر موتر نيون ليجن صح؟ نتيجه البرامل. معاه الاد ولا لا؟ هنوصف الاول از ات هيمي بليجيا هنوصف الهيمي بليجيا فارس. نبني الاهالي. هنوصل الهيمي بليجيا. الهيمي بليجيا يعني فارسز ان وان هاف اوف ذا بودي. يتصف هذا الفارسز بميال. اولا ان الفارسز ده بيبقى ديستال اكتر من البوكس. يعني فارسز طيب الانكل اكتر من هيب. طيب الريس اكتر من الشولدر دي رقم واحد. معاه ولاد ولا لا؟ بص يا سيدي ركزوا معايا. انت ما ينساش الفارسز منه ايه؟ ديستال اكتر منه ايه؟ ثانيا هذا الفارس يتميز بانه يضرب العضلات الاضعف اكثر العضلات القويه ده منطقي جدا الفارس هيبقى في العضلات الاضعف مين العضلات الاضعف؟ اللي هما مع الجذب العضلات اللي شغاله معاك مين العضلات اللي شغاله مع الجرافيتي في الابر الاكستنسوس عشان ما ننساش العضلات الاضعف في الابر هي الاكستنسوس ليه؟ الرجاله لما تحب تولد الزيتونتين بيعملوا كده؟ صح ولا لا؟ الزيتونتين لازم يعمل كده عشان يولد قوته ما بيعملش كده يعني. مفهوم ولا لا؟ فالاقوى هي الفلكسس والاضعف الاكسنسس والابر ليم لانها مع الجذب. مفهوم ولا لا؟ طب في اللور ليم؟ احنا قلنا في الابر ليم مين؟ في اللور ليم العكس اللي هي مين؟ فلكس ليه؟ هي مع جلس ولا ضد جلس؟ ايوه مع جلس
ايوه الفكتور بتاعي الفلكس بتاع اللي هو نمت منكم بيقول ان هي معجبني يعني انا بعمل فليكشن كده ده معجبني الفلكسوس بتنفع لمب واحد تنفع لمب واحد against gravity لكن الاكستنسوس بص انا قاعد هقوم against gravity ولا لا انا شايل بودي ويت كله بالاكستنسوس الاكستنسوس هي اللي رافعه الجسم كله against gravity طب اقوى هي الاكستنسوس مش عشان مساله هو against gravity لا لان هي اللي شايله البودي ويت كله against gravity الفلكسوس لما تشيل بتشيل لين واحد اجهز جهاز مفهوم ولا لا؟ فالابر ليمب مين العضلات الاضعف الاكستنسوس اللي هو لين فلكس طب في الابر هاند هو لين في الابر اللي هو لين العضلات الاضعف هي مين؟ الاب دكتوس الاب دكتوس هما الاقوى اشمعنى؟ مع ايه؟ بص اب دكتوس ضد جرافيتي ابدكشن الاعجاب يبقى المنطق بيقول ان يبقى الابدكتور افضل مين الاقوى؟ الابدكتور يا ابني شغاله بخطوط انا معاك المنطق بيقول ان الاقوى هي الاب مش كده ولا لا؟ لا الابدكتور هي العضلات اللي انت بتستخدمها لما تيجي تقوم على الكرسي ولما تقوم على الكرسي انت بترفع البادي ويت كله اجهزه خمسه صح لما تيجي تقول عارفين اللي بيلعب متوازي عارفين لعبة متوازي في اللي هو الخشبتين بيطلع عليهم واحد كده وبيعمل الكبار دي اسمها المتوازي في العاب القوة ما تلعبوش اي تلعبوا في مناخيركم دي الهواية بتاعتك احب العب في مناخيري وانا بزاي الاد تاكتوس هي العضلات اللي بتستخدمها اللي بيلعب متوازي بيرفع وزن جسمه كله بالطريقه دي ما بيمسك الخشبتين كده ما يمسكهمش كده مفهوم ولا لا؟ طيب يبقى بناء على هذا الكلام مين العضلات اللي هتتضرب؟ العضلات الاضعف مين العضلات الاضعف؟ الاكستنسوس الابلم الاكستنسوس الابلم من اثنين اد طيب احنا ابا موت ولا لوت؟ يبقى عندنا هايبرتوني الهايبرتونيا تبقى في العضلات الاقوى الهايبرتونيا تبقى في العضلات which means ان في الابر ليم تبقى الفيكسوس في اللور ليم الاكستنسوس وفي الاثنين ده بفكر حاجه لو طلبنا ان ده جزء ليم بليشن جزء اليمين الدور هيبقى زي الابر ليم فين؟ الفيكسوس معايا في اللور ليم اكستنس صح؟ وفي الاثنين ادكتس فتلاقي العين مزروعة عامل كده بص بالظبط الايدين فلكسد وادكت واضح؟ لما يجي يمشي بص اللي هيحصل رفع الرجل البرايت رفعها ازاي بانه ناس عملت ديبريشن فيلمس على الناحيه الثانيه مش بس الفتيك يقول لي ازاي رفعها يا مشلوله ها؟ واضح؟ وعمل بروجكشن للبلبس هنا رفع البلبس واضح؟ معايا يا شباب ولا لا؟ طيب المهم لما يجي العيال ده يمشي ده الجزء المشروع لما يرفع رجله يتنزل لان التون عالي فين؟ وهيبقى عالي في الابدكتوس كمان ولا لا؟ لما يرفع رجله رجليه تبقى اكستندد وتخش لجوه يحصل لها ابدكشن فالمنظر عامل كده اللي اسمها السكرم السكرم ابدكشن دي سببها الاكستنشن والابدكشن لان التون عالي في استنسوس والابدكشن مفهوم ولا لا؟ ايه؟ عايزين نوصل للبالاسس. البالاسس بيأفكت وان هاف اوف ذا بادي. بيبقى ديستال اكتر من الفوكسو. يعني بيأفكت
الانكل اكتر من الهيب، الريست اكتر من الشولدر، البالانس بيضرب العضلات الاضعف اللي هم البرو جرافيتي اللي هو الاكستنسوس والابر ليم، فليكسوس في اللور ليم، ابداكتوس في الاثنين. بما انك ابر موت يبقى هايبرتونيا، هايبرتونيا في الابر ليم بتبقى في الفليكسوس في اللور ليم، اكستنسوس في الاثنين في الابداكتوس، وده بيفسر السيركمبكشن. اكيد عندنا هايبرفيكسيا ولا لا؟ يعني عندنا exaggerated knee, exaggerated ankle, exaggerated biceps, exaggerated triceps. صح؟ أكيد عندنا بطلوسك ريفلكس ولا لا؟ اللي هو عندنا الكليماسيك ريفلكس والباتيلا ريفلكس، مفهوم ولا لا؟ ريس اللي هو فينج ريفلكس. لا مش هتعمل ما نوتوش. هتعرف دلوقتي. ما فيش. عملت؟ يس. فير. لما نقل لك حلوة الحاجة الثانية، العينين دول بيجيلهم يعني غير بطلوش غير الفكس، يبقى عندهم كرونة وعندهم بابنيس صح، عندهم نص بافيشال الفكس بلو ده ليفل اوف كده. احنا وصلنا دي مفيش اللي هو السؤال الاول ايه ازت it... بتاعتوا تنزلوا قهوة احسن ازت زفت ايه ازت زفت ايه ايه مفهوم؟ جاوبنا السؤال الاولاني ازت ديمن فيشن بان احنا وصلنا فعلا مفهوم. السؤال الثاني وين الفريشن؟ ركزوا معايا بقى في اللي جاي ده قوي. وين الفريشن؟ علشان تعمل ايه فيشن؟ يا اما فيشن في البرين يا برين ستيم يا سباينال كود بوسي خف صح؟ يا اما سباينال كود فوق في خمسه مفهوم ولا لا؟ عشان اعمل ايه فيشن؟ تعال نشوف لو انا ضارب في البرين، ركز معايا قوي مره بعد. تعال نشوف ايه اللي هيحصل لو انا ضارب فين؟ برين. انتوا عارفين ده برين ستان. وعارفين الكينيا نيكلاي. هنا 3 4 5 6 7 9 10 11 12. ونفس الكلام على هذا. البيرمنت تراكس بيدي الكليا نيرف على ناحيتين مع عدد سبعة واثناشر بياخد الأوز سايد أوز مفهوم ولا لا؟ سبعة واثناشر بياخد مين؟ لك أي كليا نيرف تاني بياخد من تو بيرمنت تراكس مفهوم؟ يا كابتن طيب لو أنا ضربت البيرمنت تراكس بيرمنت تراكس واحد مين اللي يتقسم؟ 17 فين؟ لحد ثاني. الأوبزيت؟ طيب، لكن بقيت كده نفسك تجيش، إذا جانا من برامل السليم، مفهوم ولا لا؟ حد مش فاهم دي؟ إذا كان يبقى لما بضاف بالبرامل التراكس اللي هيتجي 17 على إيه؟ الأوبزيت طيب. لو أنت ضايف في البرين، شوف إيه اللي هيحصل، نفرض إن ده البرين اليمين. سيبر مسير يمين. معايا؟ لو أنا ضايف يمين، هيجي لي من فيشيا فين؟ شمال وخط ال 7 و 12 فين؟ يحول من يمين. انا ضارب يمين هيجي لي من فيك يا فين؟ شمال. وخط ال 7 و 12 فين؟ شمال. معايا ولا لا؟ واضح؟ لو جالك عيان عنده هيمفتيشي على ناحية ومعاه 7 و 12 على نفس الناحية يبقى انت ضارب بايه؟ يبقى انت ضارب ايه؟ هتعمل حاجة بس تبوش ده بص هنا يبقى انت ضارب ايه؟ برين مفهوم؟ لو ضارب هيم فيشي ومعاه 7 و 12 على نفس الناحية يبقى برين واضح؟ كبات ركزوا معايا كويس قوي لو انت ضارب سوبر مشي هيجي لك هيم فيشي على اوبس ستايل اوف ذا ريجن ومعاه 7 و 12 على نفس الناحية اللي فيها هيم فيشي طيب البرين ممكن يضرب في حتتين يا اما يضرب على الاريا بعض معايا يا اما الفايبرز تطلع من الاريا بعض وتنزل حاجه اسمها الانترنال اللي كان ليها الجيو ليمب والبوستيو ليمب والجيم صح ولا لا؟ عشان اضرب واعمل هيني تيشن يا اما ضرب اريا بعض يا اما هضرب على الانترنال كابسول موافقون؟ الليجن عند اريا بعض اسمه كونتكت اسمه ايه؟ اكيد الليجن يا ولاد
اللي هيضرب على الاريا 4 مش هيضرب اريا 4 بس، اكيد هيبقى ضارب اريز من حواليه. فبالتالي لو جالي عيان عنده هيمن تيشا كيس معاه مريض عليه، انا عنده ايه؟ و7 و12 على نفس الناحيه، يبقى ده بري. لقيت معاه افيزيا، اجرافيا، اليكسيا، ابراكسيا، وديت له اجنوزيا، يبقى مطلوب جودة في اريا 4. مفهوم؟ لكن لو هو مطلوب في الانترنا كابسول، بصوا لي هنا الانترنا كابسول يا حاج، في حاجه في البيت مسلم الانترنت كابسول عامل كده، الاديولم معدي فيه فايبرز اوف اسوشيشن، الفايبرز اوف اسوشيشن اللي هي الفايبرز بتاعت اير 37 اللي هي بتعمل فور دي ما بين التو سوبر هيمسفيرز، ومعدي فيه الجينو البيراميدال، ومعدي الكوسيولم الفايبرز بتاعت الكنسيشن اللي هي طالعه من الطلمه عشان تروح ليه؟ اريا 1 2 و3، ومعدي هنا الفايبرز بتاعت الفيجن، الفايبرز اللي هي اسمها اوبتيك ريديشن اللي هي طالعه من الاكبر جينيك للبودي رايحه للاوكسيبيتال لوب. مفهوم ولا لا؟ ده الاتيونيم، ده الجينو، ده الاتيونيم. لو انا عملت ليش في الانترنال كابسول، ضربت الانترنال كابسول عملت هيمي ليش، ممكن مع الهيمي ليش الاقي ابراكسيا، وممكن الاقي هيمي انستيزيا، وممكن الاقي كونترالاترال هومونومس هيمي انوبيا، لكن لا هلاقي اليكسيا ولا هلاقي اكسبريسيف افيزيا، يعني مش هلاقي اريس. انت فاهم حاجه؟ ممكن الاقي مع العيان ابراكسيا، ممكن الاقي عنده هيمس ارتيزيا، ممكن يبقى كنت غلط لما انا بس هيمس انوبيا، لكن مش هلاقي معاه افيزيا. مفهوم ولا لا؟ يا دكاتره معايا؟ باشمهندسين بصوا، مش الاسوشيشن فايبر دي بين السيربلم وبين السيربلم؟ 19 لا السيربلم والسيربلم دي فايبر طلع من 37 في الدومينت هيمسفير راح على كوباس كالوزا مع 37 ناحيه ثانيه، مش تعمل كوردينيشن تمشي في ال تمشي في الكالوزا. اه طب دكتور ايه المانع ان اللي يضرب الجنون يضرب ايه اللي حواليه؟ لا ده بيبقى ليه برضه بقى منفصل معايا كباتن. فالهيمي بليجي لو معاه افيزيان يبقى انت اريا 4 فوتي، لو معاهش افيزيان يبقى انت ضارب في الانترنال كابسول. كل الحالات اللي بتنزل لكم في الامتحان بتبقى في الانترنال كابسول. اشمعنى؟ اشمعنى يا ايه؟ هي الكومن صح؟ اه لا يا بابا عشان لو نزلوا لك عنها فيش هتاخد منه هيستو ازاي؟ اه بس انت بعوني ده تاخده مين؟ اه تقول له هذا هذا يقول لك هذا 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 مش واحده ما يعني يقول لك ايه المشكله يعني عشان حالات كومن؟ كومن ايه يا طليش؟ المنطق بس علشان سيادتك تعرف تاخد شيت، هتاخد شيت ازاي؟ لو عنده افيزيس هتاخد شيت منه ازاي؟ مفهوم؟ تاني يا ابني لو جالي عين بهيمن تيجا معاه 7 و12 على نفس الناحيه يبقى ايه؟ يبقى بغير. هيمن تيجا معاه 7 و12 على نفس الناحيه يبقى ايه؟ معاه افيزيا كوت، معاهوش افيزيا يبقى كاش. حد فاهم ايه اطفال؟ طيب ركزوا معايا دلوقتي. بصوا لي هنا ان انا هضرب في البرين ستيم، انا هضرب فين؟ برين ستيم مفهوم. هنعمل ايه نتيجه باي ديشن فين؟ حلو، هضرب ده البرين ده تراك اليمين، نرفض ان انا اضغط هعمل ايه نتيجه على ناحيه ايه؟ الشمال مفهوم ولا لا؟ هضرب في البرين ستيم، اضرب الجرافيتال تراكت على اليمين يعمل لي هيم فيجيا فين؟ وانا بضربه ممكن اضرب النيوكليار اللي جنبه ولا لا؟
صح؟ ساعتها خمسة وستة هيبقوا مضروبين على ناحية ايه؟ يمين يمين صح ولا لا؟ جاي احضر بالبرامل اتاك على ناحية يمين يعمل ايه ايه؟ على الشمال وانا بضرب البرامل اتاك الدنيا من جنب الجنب الدنيا اللي بتاعها هتبقى مضروبة على ناحية ايه؟ مش يمين ازاي؟ يمين يمين معايا الأرض ولا لا؟ مين مش فاهم دي؟ مين مش فاهم دي؟ هيبقى هيمي بريشيا على ناحية الشمال والسكرينيا نيرس على ناحية لو جالك عيان عنده هيمي بريشيا في ناحية والسكرينيا نيرس في الناحية الثانية يبقى ده برين ستيم يسموها كروس بارسل اسمها ايه؟ لو عيان جالك عنده هيمي بريشيا على ناحية والسكرينيا نيرس مضروبة على الناحية الثانية يبقى برين ستيم مفهوم ولا لا؟ طب فين في برين ستيم؟ ميد برين ولا فونس ولا مضاد؟ هل سبب يعني ناس؟ لو ثلاثة واربعة تباو ثلاثة واربعة طب خمسة ستة سبعة ما شاء الله تبقى عشر عشر ستاشر هل من المعقول ان احنا نسيب حالكم بهذه الثلاثة؟ لا في ستة سندروم في المنطقة ستة ولازم نحفظهم ان شاء الله هنحفظهم مع بعض باذن الله اثنين سندروم في الميد برين واثنين في الفونز واثنين في النظام اثنين في الميد برين واثنين في الفونز واثنين في النظام اكيد كلهم فيهم هيمي بريشا ولا لا؟ ليه؟ عشان ده موضوعنا اكيد كلهم فيهم هيمي بريشا صح؟ اكيد كلهم فيهم هيمي بريشا بس بصوا كل واحد فيه حاجه زياده سيب الكتاب يا سيب كتاب الوصول يا اكيد كلهم فيهم اطفال فيهم ايه؟ ايه بيجي كلهم فيهم ايه بيجي بس كل واحد فيه حاجه زياده اول سندروم اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هاخد ال دبليو دي احطها كده بقت كده نيف ثلاثه بقى عنده ايه بيجي وبعد كده نيف بس كده نيرف ايه؟ يبقى وفر خلصت منه، هيمي بيجي معاك كده نيرف ثلاثة. طبعا هيمي بيجي على ناحية وكده نيرف ثلاثة على ناحية ثانية، مفهوم ولا لا؟ مش منسيه؟ في سندروم ثاني اسمه بنديكت. حد سمع كلمة بنديكت دي قبل كده؟ بنديكت ايجنت ايوه فين؟ في البايب حد سمع عن بنديكت تيست؟ كنا بنعمل ايه؟ ايوه يا مع فهد ربنا يفتح عليك يعني كنا بنجيب بول ونحط عليه فهد ازرق ونسخن لو الازرق ده قلب احمر يبقى البول ده فيه سكر لو اللون الازرق قلب ايه؟ والله العظيم لو اللون الازرق قلب ايه يا ولاد؟ احمر معايا ولاد ولا لا؟ بنديكت سندروم عباره عن ايه؟ زي كل اللي فوق تاني نيرف ثلاث ومعاه ريد نيوكليس لما الفيلم كان بيقلب لونه ايه؟ اه ريد نيوكليا السؤال اللي لازم يتبادر الى الذهن مين هي ريد نيوكليا؟ ويعني لما تضطر اكسترا برامل طيب مين قال اكسترا برامل ده؟ اه اي فنجان يعني الليمبيك سيستم اوف ذا كوبرس كانوز اوكي نو بيوتيار اي نو اي بيكوز مي جو هوم ده اللي انتوا فاكرين فيه كل اللي انتوا فاكرين فيه اضرب انجليزي الكلام ده يتقال للعيانين واهاليهم ما انا عارف مش انت نقابلهم تقول له العيان جاي لك ما بيعرفش انجليزي حد من اهل العيان لما تضرب له كلمه لاتيني يتخض يقول لك والله ده الصوت بيفهم قال لك جامد بص 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 يا الاد نيوكليس طبعا انا ما هقولها لك هتقدر تفهم تستعمل ايه دي بس جزء من الدنتات الربو سلامه كوت كرفع انت الوحيد اللي تقدر تفهم في المطبعه دي جزء من ايه؟ دنتات الربو سلام عليكم كوت كرفع طب وحياتي الغريبه الله يرضى عليك ايه الهباب اللي انت بتقوله؟ السيربيلا هو المسؤول عن الكوليبر السيربيلا بيبعت للبرين يقول له المسافه بينك وبين السراوندنج اوبجكتس يعني يقول له المسافه بينه وبين الازازه 10 سم بينه وبين الدكتور 30 سم
بيني وبين الحيطة 50 سم، بيقول له المسافة بينك وبين الأوبجكت. السيربلم عشان يبعث المعلومات دي للبرين بيبعثها ازاي؟ السيربلم في حاجة اسمها دنتين نيوكليوس. اسمها ايه؟ دنتين نيوكليوس. اسمها دنتين. الدنتين دي عايزة تبعث المعلومات للبرين. واحنا اتفقنا اي معلومة عشان توصل للبرين لازم تعدي على السكرتير. اللي هو مين؟ الطرف. فالمعلومات تطلع من الدنتين. لو احنا الريد نيوكليوس. ومن غير نيوكليوس على الطرمس. ومن الطرمس على البرين. فبقى اسمه دنتال روبرو. روبرو يعني ايه؟ احمر. غير نيوكليوس دنتال روبرو سلامه كل كذا. حلو. لو انا ضربت غير نيوكليوس بقى هل في معلومات توصل البرين على المسافه بينه وبين الصالب؟ يحصل اتاكسيا. بيحصل ايه؟ اتاكسيا. مفهوم الرد ولا لا؟ يبقى البلدك عباره عن ايه؟ مبديش اكيد زي اخوه اللي فوقيه ستاديوس وتطلع عليه ريزيوس اللي هي محطوطه بتعمل اتاكسيا. يعني ده هيأثر على تنتهي صوبه ولا لا؟ واضح؟ إلي كان في الكورتكس. إلي كان في الكورتكس. إلي كان في الكورتكس. سلام السبعات إلي كان في الكورتكس. لا بيبع كده مش فيه مش عارفين. معلم كبير. يعني نوع عادي. بصوني هنا بقى. يا كباكن. كم سندروم لغاية دلوقتي؟ مين؟ هما مين؟ ويبر وبان. ويبر وإيه؟ ويبر. قلت على عبد المرض زوج ويبر. وبنديكت. مع ايه؟ ريديوس. دول اتنين سندروم بتوع ميدبرين. اتنين سيربونز بقى. الاتنين بتوع البونز اول واحد من الجبلر. اول واحد ايه؟ اللي جاب لك يخليلك. اللي جاب لك يخليلك. عادة بيقول لك العبارة دي لمين؟ الناس اللي عندها ايه؟ اطفال كتير. صح ولا لا؟ اللي عنده 6 7 اطفال يعني. بتقول اللي جاب لك يخلي لك، فمن اللي جاب لك 6 7. كده نفس 6 و7. اللي جاب لك يخلي لك، من اللي جاب لك كده نفس كام؟ 6 و7. اول ما لو عملتش انا برضه احنا حافظين. وانا جدا. من اللي جاب لك كام يا ابني؟ 6 و7. طبعا هي بتيجي في ناحيه و6 و7 من ناحيه ثانيه، مفهوم ولا لا؟ السندروم الثاني اسمه فوفيل يا دكتور. السندروم الثاني اسمه فوفيل بتاع الفيلد اوف فيجن. فوفيل بتاع ايه؟ يعني ايه فوفيل بتاع الفيلد اوف فيجن؟ ما تجيش معايا ومش عايز اي خبر من اي مكان. ما تروحش يا جماعه عايز مساحه. لسه متشكلين ان هو مقطعين الهضم. ولا انا ايه يعني؟ ما ينفعش ان انا حد كتير يشوف كده. بصوا لي انت. بصوا معايا كده يا ولاد. بصوا لي انت. دلوقتي سمعتوا عن ايه 8؟ بتحرك العين فين؟ كده صح؟ يعني 8 بتبعت امبلس لفين الليفل رقم كام؟ 3 وهنا؟ 6 صح ولا لا؟ 3 هنا و6 هنا؟ at the same بيحركوا العينتين to the opposite. مظبوط يا ولاد ولا لا؟ حلو؟ 8 بتعمل الكلام ده ازاي؟ 8 بتبعت حاجة اسمها باراميديان بونتاين ريتيكولار فورميشن. يولع تبعت حته في البونت اسمها باراميديان بونتاين ريتيكولار. مش انا يتقال لي الكلام ده؟ لا. This is ايه؟ حته في البونت. هتبعت مين؟ حته في البونت. الحته دي اللي اسمها باراميديان بونتاين ريتيكولار فورميشن هتبعت للكرينيال نيرف 3 على نفس ناحيه عشان يعرف العين كده، صح ولا لا؟ مفهوم؟
وهتبعت للناحية الثانية بالسمين اتنين ست عشان يحصل لك العين دي كده صح؟ قلنا ثمانية مش هتحرك العينتين كده يبقى انا بعت الثلاثة وبعت الست على الناحية الثانية صح؟ الفايبرز اللي راحة الست اسمها ميديا لونجيتيودنال باندل اسمها ايه؟ الفايبرز اللي راحة مصنعين مين؟ ست اسمها ميديا بصوا لي هات سيبك لو انا ضربت الميديا لونجيتيودنال باندل تعالى شوف اللي هيحصل ايه اللي هيحصل؟ ثمانية هتبعت ايه بس ثلاثة اتحرك ولا لا؟ ستة اتحرك فعندي هتروح كده بس دي هتفضل في النص فبقى دي شايفة الصورة هنا صح؟ ودي شايفة الصورة اللي في ايه؟ في النص يحصل دبلوبيا ولا لا؟ ها؟ معايا ولاد ولا لا؟ العين دي عشان تلغي الدبلوبيا تتحرك بتدور على الصورة اللي شايفها العين دي فالعين دي يحصل فيها ايه؟ يحصل استجمس في الابتوكتنج اه تاني؟ تمام هنا بعد كده ثلاثة العين دي هتتحرك ولا لا كده؟ ها؟ طيب انا ضايع مين اللي بيجيبها فاضل ولا لا؟ هل هنا العين دي هتتحرك؟ العين دي هتفضل بص كده والعين دي تبص كده صح؟ هل الصورتين متشابهين؟ يحصل دبلوبيا ولا لا؟ العين دي تتحرك بتطبع على الصورة اللي شايفاها دي عشان تلغي الدبلوبيا العين من الناحية الثانية بيبقى فيها ايه؟ يعني عايزة هيبقى فيها نستعجل فده لازم نستعجل بس ايه؟ في الأب ضغطين اي مفهوم ولا لا؟ ده لما نضرب مين؟ ده اسمه فوفير بتاع الفيلد اوف فيجن يلا سمعهم تاني وفر ها سيبك من ايمي بيجا بقى ثابتة في الكل بين النيب كام؟ بين النيب وبعدين ميلاد جيبلر وفوبين ميديا لونجيتيودنا ايه؟ افينس وجاكسون ولاد حلال افينس 9 و10 جاكسون 11 و12 بقى في غلطة الصورة صح الكتابة غلط شايف الصورة صح لكن الكتابة غلط افينس كام؟ 19 وجاكسون 11 و 12 عشان نسمعها يلا عشان نسمعهم ممكن سؤال هو الكونجكت موفمنت تبقى لوست في الميو بليجر او كابشر كونجكت موفمنت تبقى لوست ليه؟ مش ده تبقى نزل تراك نازل لو في فعلا خلاص طبعا كان ينزل مكان الليف بايلاترال اي بس 7 و 12 بس المظبوط اي بس لو بين ستيم الباراميديوم كونتاينر في الانفورميشن بتاخد بايلاترال ماشي يعني مش نعمل النيوكليس شغال بس يعني 8 دي غير 8 دي يعني 8 دي بتحرك العينين كده لو انت فاضل 8 لو ضربت 8 مفيش اوردرز هتطلع اصلا اي بالظبط لايف يبقى في باس كونج دي دايموند مش هيبقى فيه ستاجنس ولا الكلام ده مش هتحرك اصلا يا دكاتره يلا يلا يا ابني هنا عشان نسمعها يلا حبيب ريد نيوكليس بان نسامع غلط طيب 11 و 12 نسامع 9 و 10 6 و 7 ميلاد خبرة طيب ريد نيوكليس طيب 3 نسامع طيب فوفيل نسامع طب جاكسون طب ويبر بنديك ملك جبل 10 و 11 مفيش يا غلط 9 و 10 11 و 12 حفظوا مفهوم ولا لا؟ دول الستة صندوق يبقى بصوا ده تعالوا نراجع الحته دي تاني وين الطريق لو في برين هيبقى معايا هيمي بريجي و7 و12 على نفس الناحيه
معهم أسيفيا يبقى خدش، معهوش يبقى جبش. لو عندي إيمة دي شفت ناحية وكنا نمز عليها الثانية بين السبب يسموها كوس فعال كم سندرو مش دامع أفين بندك ثلاثة ميدا لو جيتونا بندر مفهول أنا. لو جالك عيان بقى عنده هيمة ديشيا والجنيا نفس مش مظبوط يبقى انت سباينر جالك عيان عنده هيمة ديشيا مفيش جنيا نفس مظبوط يبقى ليجن في السباينر كور ضرب برامة تدريات في السباينر كور ركز معايا قوي هتلي مرتيز او اي حاجة انصح بيها لكن كده ما ينفعش كده ما ينفعش لا شروق كنت حاضر قبل ما يجي مش وقت انا مش شغال مش انا كمان هنضرب سبانا كورد عشان تضرب سبانا كورد وتعمل هيمي بتيجيا يبقى انت ضربت نص سبانا كورد بس انا هضربه كله فرسي خمسه هعمل كوادري صح ولا لا؟ يبقى انا ضارب ايه؟ ابوس ايدك ركز معايا هضرب نص سبانا كورد ادي سبانا كورد اهو يا ولاد معايا هنضرب النص اليمين وده نص ايه؟ شمال شمال ما شاء الله الشمال اضرب النص اليمين ازاي اضرب النص اليمين بس بس معايا ثم ازاي؟ ستاب وون بوست اوبرتيف ممكن يبقى فراكشر سباين معايا ولا لا؟ طيب هضرب نص الاسبانيا كورد ركزوا معايا قوي سيبك من كتاب والله ما هتفهم حاجه لو ما بصيت هنا انا كده هضرب الجامد الجاك اللي نازل ناحيه ايه؟ اليمين كمان عندي كده يمين فيجيا فين ولا؟ ناحيه ايه؟ الشمال ازاي؟ ايوه يا بابا بس الاسبانيا كورد خلاص الكروس اتحصل فوق وعرض الكروس ما هو ماشي عمل كرسي ونرجع الناحية اليمين يغذي الجنب ايه؟ اليمين فلو ضغطت يمين يحصل ايه ما يجيش على الناحية حلو بصوا لي بقى حد فاكر الباث واي بتاع السوبرفيشال سنسيشن؟ حد فاكر الباث واي بتاع السوبرفيشال هو فين التمبرتشر؟ كنا بنبتدي كروس الروس ان شاء الله محمود عايز انا احمر مش كنت مخبيه لو كنت مخبيه طبعا كنت هتروح دلوقتي بص معايا عايزين نقول الباص ايه بتاع ايه؟ هنبتدي بدوس الهود بدوس الهود جاي جاي الاكشن بتاع تي شيت دي هتبقى الباص ودي هتبقى الباص السنتر باص كان بيخش يوصل للسبستنشا جاتيلوز وبعدين يعمل كوست قدام السنترال كمان ويعمل كوست قدام الاوبوزيت هيطلع يطير ولا لا؟ هنا في الواو صح؟ هو طالع هيقابل واو ولا لا؟ معايا؟ يبقى العيان يفقد البين والتمبرتش على انهي ناحيه؟ على الاوب سايد السنسيشن جاي من انهي ناحيه؟ الشمال ويعمل كوست عشان يطلع يمين يضرب ولا لا؟ طيب تعالى بص الناحيه اليمين دوس الروت جاي سبستنشا جيبان دي روت عمل كوستنج وطلع حصلوا حاجه؟ لا يبقى العيان هيفقد البين والتمبرتش فين؟ على الاوب سايد بيقول ده ليفل اوبتيشن ولا لا؟ مين الشمال؟ بصي بقى
دلوقتي انا عندي فيلم انت لسه جاي ولا طيب دلوقتي الفيلم تيمبرتش عايزين نشوف الباث واي بتاعه. الفيلم تيمبرتش بتاعناها الشمال بتاعناها الشمال نص في الشمال يعني نص على نص نصنا الشمال يعني الفايبرز بتاعه هتخش للسبستنشال جيلاتينوز صح؟ بعدين تعمل كروسنج عشان تطلع للبرين صح؟ وهي طالعه من الطيب ولا لا؟ يبقى حق اللي فين وتمش عليها ايه؟ الشمال تعالي عليها اليمين الفايبرز هتخش للسبستنشال جيلاتينوز وتعمل كروسنج وتطلع هيحصل لها حاجه؟ يبقى المشكله هتبقى فين؟ شمال يبقى حق السنسيشن فين؟ خلاص طيب يعني البين والتمبرتش هيبقى الوسط اللي هو السوبرفيشن عليها ايه؟ بكره ولا مش كده؟ عليها الست ايه؟ طيب حد يقول لي بقى ايه بتاع الديب سنسيشن؟ بنبتدي بايه؟ دور سالوز وبعدين جلاتين وبعدين نعمل كوسي كونت حصل حاجه؟ ها؟ طب عليها الثانية دور سالوز جلاتين قال ايه اللي حصل؟ قطعت ولا لا؟ يبقى انا افقد الديب سنسيشن على انهي ناحية؟ يعني على الشمال طيب على الناحية الشمال اليمين سوري يعني ايه؟ اليمين صح؟ يبقى في سبانا كود يجي تسمع ولا ولا سبانا كود يجي زي الابسيلاترال هيمتيجي على نفس ناحية الهيمتيجي احنا فيه ابسيلاترال هيمتيجي ابسيلاترال لوس اوف ديب سنسيشن كل ثلاثة لوس اوف ده كله بيلوت ده بصوني هنا قد ده ليفل في قصة ثانية انا قطعت هنا ولا لا؟ يعني اي فايبرز تيجي تعدي في الخيال هتقطع ولا لا؟ طيب الحتة دي طلع هنا الجي هون سيل طلع منها نيرف رايح عشان يصبها العضلة ولا لا؟ النيرف ده اتطور ولا ما اتطورش؟ حتى ليه الروتيشن بيبقى فيه لور موت اللي هو في العدد؟ طيب نيرف حتى ليه هيبقى فيه ايه؟ طيب نيرف حد فاهم حاجه؟ هيبقى حتى ليه فيه لور موت نيرف معايا؟ دي مهمه في ايه؟ بالظبط لو جالي عيل عنده هيمتريشن وقدرت اجيب العضل اللي فيها لور موت اللي هو في العدد في ليه الروتيشن صح؟ يعني نقصد ان لقيت اللور يعني في العضله اللي فيها لور موتر نيورون بارس السوبر سباينيس وانا عارف ان السوبر سباينيس في ثلاثه واربعه يبقى يعني ليش عند في ثلاثه مفهوم ولا لا؟ واضح؟ لان ده ليه الاوبريشن بيبقى فيه لور موتر نيورون بارس وحاجه ثانيه اصولي هنا كل السنسيشن سواء السوبرفيشال او دي عايزين يخشوا ات ليفل ولا لا؟ السنسيشن جاي من الحته دي من الحته دي السوبرفيشال اند لازم تخش الاول وبعد كده تبقى تطلع في التراكس بتاعتها الفايروس اللي داخله في المنطقه دي هيبقى فيها ايه؟ كله مضبوطه صح؟ انا عايز ات ليفل اوف ليجن يفقد اول تايبس اوف ات ليفل مفهوم ولا لا؟ ات ليفل ليجن يفقد اول تايبس اوف سنسيشن يبقى سبايرال كود ليجن في حاجات بتحصل بلو ذا ليفل وحاجات يلا عشان في سؤال ذكاء جاي تخيل ابعاد المشكله لكن تتخيل ابعاد المشكله بلو ذا ليفل اوف ديش هيبقى في اف ستيلات اوف ديم ديش اف ستيلات نص اوف ديب هو ثلاثه نص اوف سوبر ديش اد ذا ليفل هيبقى لو موت اللي هو بعرف ونص اوف اول تايبس اوف ايه اخبار التاتش بلو ذا ليفل اوف ديش ربنا يفتح عليك التاتش هيبقى ديمينشت على ناحيتين بطاط وسط يعني في ناحيه هتفقد الفاي تاتش وناحيه هتفقد التاتش ولا كيل ديمينشت بطاط وسط مفهوم ولا لا؟ حد مش دي؟ حد مش دي؟ يعني النص اليمين هيفقد الفوت والنص الشمال هيفقد الفاي فاهمين ولا لا؟ خير بس القصه دي على بعضها اسمها براون سيكر القصر عيناوي براون سيكوار راس عيناوي براون ايه؟ سيكوار بالانجليزي براون سيكر سيدروم ده يجي سؤال واحد
ده لا ينفع يجي سؤال بضغطين ونص. البالانس يقعد يجي سؤال واحد. معانا ده؟ بصوا بقى. يلا يا كابتن. أول سؤال كان إيه؟ أول سؤال كان إيه؟ اوصف معايا البالانس از بيبر. ديستان مودر بوكس يفكت البوكر في الابر ليمب بيضرب الاكستنسوس في اللور ليمب ميكسوس في الاثنين اب اخبار التور في الابر ليمب ميكسوس في اللور ليمب الاثنين اب يزال يفصل السيكم باكشي جيك عندنا هايبر سيكشن وباثولوجيكال ريفلكسس وعندنا كلونس وعندنا بابينسكي وعندنا نص سوبرفيشال ريفلكسس بلو ذا ليفل اوف ليش بعدين وين تريش؟ لو نيجي في البري سيربرا هيبقى عندي هيمبليجيا و17 على اوبزيت سايد 17 فين؟ على الاوبزيت سايد ولا على السيم سايد؟ على الاوبزيت سايد اوف ذا ليجي يبقى الهيمبليجيا و17 على نفس الناحيه الهيمبليجيا و17 على نفس الناحيه في الاوبزيت سايد اوف ذا ليجي الهيمبليجيا و17 على نفس الناحيه وده أمس فاتو بنيجا جمعاء أسيدي أخش على بعده ما سمع الكوش ما تنطوا بدل ما أعرف أقول خلاص بقى إيه أخش على بعده جمعاء أسيدي جمعاء أسيدي طيب لو هي بتيجي على ناحية وكان نبدأ على ناحية تانية بين السيم كم سندوم جاكس ويبر ستة وسبعة ميلاد ده اللي تعرضونه اللي قبلك بس وفيل ميديان طب لو جالك عيان كلينيانيرز مش مضغوط اسمه غام ابسيلاترال هيميتيشن ابسيلاترال لوس اوف ديب كونترالاترال لوس اوف تمنش بطنط ولا ده بيلو ده ليفل اوف ديش اند ده ليفل هيبقى له موت ان هو فايروس ووصل قطع السؤال الثالث وات از ذا ليش اللي عندك عارف ان هو هيم ديش مضوب مثلا وليكن في البريك هل مضوب ترومبوزس ولا ايمبوليزم ولا هيموليج ولا تروما ولا انفكشن اني تشارج بص هنا عشان نقدر نعرف تشارج قسمنا الكوزز لاكيوت وجاجوال استنى كوز ايه؟ الاكيوت كوز زي تروما زي الباسكولار زي الانفلاميشن الجادلر زي النيوكلاس ده جدول المراجعة بس ايه الفرحة دي انت لا امتحان معانا بتاع اخر السنه راح يبتدي 15 باذن الله تفهم؟ بس انا عايز قبل ما انسى يوم الثلاث بدل الاربع هتيجي يوم الثلاث الساعه 2 بدل الاربع مش فاهم الاربع المنظر هيبقى عامل ازاي؟ لا استنى ثلاث ساعات مش بالمزاجة ولا انا قررت الخميس عادي بس هي المشكله في الثلاث اذا شو الاربع الاربع هي حموتها لسه الخميس هيبقى الصبح مش هيبقى فيه قلق لكن انا مش ضامن الاربع المنظر هيبقى عامل ازاي بدل الاربع احفظ معايا
ماذا الله أكبر؟ قول قول معايا ماذا الله أكبر؟ ماذا الله أكبر؟ هناخد ثلاثة ماشي؟ الساعة 2 والله العظيم وحتي نصف كتاب الله حقيقتي ناس ما تيجي الأربعة أنا عادي لا يا بابا لا عليك واحدة مصطفى عشان هنطول شوية بصوا لي أنا بقى علشان الموضوع نخلص منه باي باي واحدة ونص بإذن الله أنا آسف عندها حق واحدة ونص ماشي؟ ما تقعديش تعدي يوم خليكي معايا بابا يوم الثلاثة بعد بكرة محتاج عد مش محتاج أي عد على الصوابع يعني أنا عارف أنتوا جاهلة حسابية بس مش كده يعني بص معايا عشان نخلص الموضوع ده أنا أرد عليك لأن أنتوا لما بقعد معاكم فترة طويلة بيجي نوع من الغباء وأنا رايح الشغل فمش عايز أضيع مستقبلي عشان نعرف الكوزر دي هيميبليجيا قسمنا الهيميبليجيا الى acute and gradual lesions الـ acute lesions اللي هي trauma vascular inflammatory و gradual lesions زي neoplasm و degenerative diseases الـ acute lesions تتميز بمين تتميز بحاجة اسمها shock stage تتميز بحاجة اسمها ايه بمعنى الـ shock stage ان العينين اللي عندهم acute lesions لسبب غير مفهوم اول ما يحصل الليجن يجي له مهم بليجن بس معها هايبوتونيا وهايبو انفلاكسيا المفروض ده ابر موت يعني المفروض يبقى فيه وهايبو انفلاكسيا لكن العينين دول الاكيوت ليجن بيبقى معاهم حاجه اسمها الشوك ستيج دي فتره بيبقى فيها هايبوتونيا وهايبو انفلاكسيا والفتره دي مش مفهوم بتحصل ليه وبتقعد من اسبوعين لست اسابيع لكن هو ملخص حاجه ان العيان اللي حالته سيئه الشوك ستيج تقعد ستة أسابيع يعني سيء عالي كانوا يهم بيجي حلو؟ أكيوت دخل في الشوك ستيج هايبوتوريا وهايبوتكس دخلوا مستشفى بس المستشفى دي معفنة التمريض ما خدش باله من العيان جاله بيت سوز جاله نيمونيا العيان ده الشوك ستيج تقعد معاه ستة أسابيع لكن لو عاد جاله يهم بيجي ودخل مستشفى محترم حافظوا عليه من الكومبليكيشنز الشوك ستيج تقعد اسبوعين بس So it seems in the shock stage is related to the general condition of the patient. مفهوم ولاد ولا لا؟ ايه السبب احنا مش فاهمين؟ واضح؟ في خلاف في المنطقة دي. الشوك ستيج upper motor neuron region في هايبوتوريا وهايبو في خلاف بقى في المنطقة دي هل البابلينسكي بوستيف ولا نيجاتيف؟ يعني او سوري يعني هل البابلينسكي بوستيف ولا في نيجاتيف بلاند ريسبونس؟ مفهوم ولا لا؟ فما تجيبش سيرتها. ما تجيش ناحيتها. حد فاهم ولا لا؟ معاك يا باسم؟ يعني في ناس تقول لك البابلينسكي موجود في ناس تقول لك لا واضح؟ انت هتقول في النص ايكوي فوكال لا موجود وانا مش موجود لا يعني المطلوبين اللي بيحصل ما تجيش تحت المنطقة اوكي؟ بصوا لي بقى دي لكن الجراديوال ليجنز ما فيهاش شوك ستيج الجراديوال ليجنز ما فيهاش فيها هايبرتونيا وهايبر فيكس فروم ذا ستار طيب جالي عيان عنده شوك ستيج يبقى ايه؟ يا ولاد يبقى اكيوت والاكيوت يا اما تروما يا اما سلامات ويا بطل التروما اعتقد التروما اللي تعمل هيمنتيجيا هتبقى باينه كلينيكال صح؟ واعتقد ان هو انفلاماتوري هيبقى عنده كونستيوشنال وعلامات المنينجيال طب لذا ولا لا عنده تروما ولا عنده كونستيوشن اللي احنا بنتكلم على الباسكولار صح الباسكولار يا ترومبوز يا امبوليزم يا هيموج بصوا لنا بنفرق بينه بالجدول الجدول ده ايه الايتمز الجدول ايه الايتمز بتاع لا خليك معايا في الكتاب احنا عندنا ترومبوز وامبوليزم ايه عايز تفكر يا دكتور يعني ترومبوز وامبوليزم ايه مش عايز افرق بينهم الهيموج اكيد هيزود الانتكالي بريشر ولا لا كل يزود الانتكالي بريشر يبقى هيعمل هيدك فوميت بلين اوف فيجن ولو ضغط على البين كله يعمل كونفلجنز وبعدين كوما صح يبقى الايتمز دي موجوده في الهيموج يبقى انا هكتب كده بصوا لي انا في خمس ايتمز انا هحفظهم كده بكلمه واحده انفيز هيدك فوميت بلين اوف فيجن ديستر كونش ليفل وكونفلجنز الخمسه دول اكتبهم في الجدول واجي عند الهيموج يس 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 يس
وعند الترمبوز والإمبوليز. نو 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 منطق طب الهيموريدج الانسر بتاعه يبقى ايه؟ اكيوت. مش اكيوت بس ابو بليك كنا بنقول عليه فلودنج فيري يعني اهل المدونه دي كان قاعد في الصين فجأة اتشال صادق فيري صادق. مفهوم ولا لا؟ يا دكاترة طيب العين عنده هيموريدج ممكن يبقى عنده هيستو هايبرتنشن صح؟ مش كده ولا لا؟ ممكن يبقى عنده هيستو اوف هايبرتنشن. العين عنده هيموريدج الايج بتاعه از فاريبل لان ممكن يبقى انجيومتس مان فورميشن ده يبقى يونج ايج. لو بياخد انتيكواجلانس يبقى اولد ايج مثلا. طيب لو جينا على عيان ثرومبوز تفتكروا الثرومبوز الاشهر سبب دي ايه؟ اتو which means العيان ده هيبقى اولد ايج. وبعدين الثرومبوز ما بيحصلش صدمه بيبقى جراديوال شويه. يعني اهل بيقولوا لك ايه؟ اولا بقه اتعود وبعدين ايديه وبعدين رجليه. فاهمين ولا لا؟ واضح؟ الحاجه الثانيه بما انه اثيروسكليروسس يعتقد يبقى ممكن عنده هايبرتنشن ودايبيتس اللي هم ريسك باكس واثيروسكليروس اكيد ما عندوش المانيفستيشن انكريز الامبوليزم بقى اي ايج صح ولا لا؟ وهيبقى عنده ايه؟ ومايتر فالف ديزيز. واكيد عيان الامبوليزم الانسر بيبقى واقع انترميديت ما بين الترومبوزز والهامرج. يعني اهله يقولوا لك الاول اشتكى بان نص جسمه ضعف وبعدين اتشال العينين صبعه كده والهامرج صادنلي اتشال. الترومبوزز التلات اجزاء يعني ابتدى في وشه وبعدين ايده وبعدين رجله. فاهمين ولا لا؟ لكن الامبوليزم يقول لك نصه مره واحده حاسس انه ايه ضعف وعليه اتشال. واضح؟ الثرومبوز يقول لك لا بقه الاول وبعدين ايديه وبعدين رجليه. الهيموريدج يقول لك من الاول اتشال واغمى عليه. حد فاهم حاجه؟ ماشي ولا لا؟ يا دكاتره واضح؟ طيب الحاجه الثانيه بقى يا كباتن كده قدرنا نفرق بين الجوز صح ولا لا؟ كده قدرنا نفرق بين الجوز. عايز اسالك ايه الانفستيجيشن اللي اتعملها لعين هيمبديشيا؟ جاي عين هيمبديشيا دلوقتي في الطوارئ عامل له ايه؟ ام ار اي سي تي ام ار اي؟ لا ام ار اي مش طول انا عارف عامل له تحليل بلاس برضه ام ار اي تحليل بول وكده سي تي ولا ام ار اي؟ ام ار اي زي ما انت قلت سي تي. اول ايه سي تي؟ السي تي عامله على ايه؟ مين قال انه بريك؟ حسب كلينيكالي. يبقى انت عايز كلينيكال بيكتشر دي تقول انا بعرفها ليه؟ ما في الاخر اعمل سي تي. ما انت هتحدد السي تي بناء على ايه؟ فاهمين يا ولاد؟ يعني هل هتطلب سي تي سيرفايكال سبايل ولا هتطلب سي تي بريك؟ والبرين ستيم ما ينفعش فيه سي تي. تطلب ام ار اي في البرين ستيم. السي تي ما بيبينش برين ستيم. تقول لي طب دي اه بص لي افهموا ايه المعنى بتاع الكلام اللي انت بتاخده ده. طيب سؤال تاني زمايلكم قالوا لي هنعمل سي تي ولا ام ار اي فواحد قال لي سي تي. قلت له ليه؟ قال لي عشان اكسكلود هيموج. قلت له طب هو لو كان انفكشن السي تي ما يبانش فيه الانفكشن الا بعد 24 ساعه. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ والاحسن لو هو انفكشن هتعمل اه يعني طب انا هعرف منين؟ قول له كلينيكال. لو عندك ستيل كورسس ليفل وعنده فوميتي و و و اطلب سي تي لان ده اللي يبين هيموج احسن. مفهوم ولا لا؟ يا باشمهندس يا نص سنه يا مجدي يا كباتن حد فاهم حاجه؟
الفكره في العيان انك تحدد انت عايز ايه بناء على كلينيكال بيكتشر. لو جالي عيان عنده فوميتنج، عنده كونفولجن، هفكر في الهيمرج، هذكر سي تي. لكن لو عيان هيمفليجيا وضغط ستيب كوست ليفل وعنده 70 سنه ويشرب دايابيتس، يبقى الاوقع لو عندك امكانيات انك تطلب ام ار اي. والله انا اسف. طيب ماشي. طيب هنخش على التريتمنت. خش، احنا مستنيينك بره. تعالى نعالجه ازاي؟ حنان اديله حنان. انتوا بتبصوا لي ليه يعني؟ هعالجه ايه؟ ايه؟ بالحب والحنان. فيزيوثيرابي. مبدأ الحب والحنان. بصوا العلاج هيبتدي اولا بمجموعه من النيرسينج بروسيجرز اسمها جنرال كير. الجنرال كير اوف كوماتوز بيشنتس هو اكشولي ما بتبقاش هي مش معموله عشان عيانين هيمفيجيا، هي معموله عشان عيانين كوما. الجنرال كير بيبتدي بانك تحافظ على العيان ده لانه بيد ريدن. عنده ايه؟ انا خايف عليه من بيت سوز ولا لا؟ يبقى نعمل ايه؟ نقلب. غير مكانه يعني اللي هي فكره التقليب دي يعني الكفار ماتوا هما كانوا بيقلبوا العينين. لكن كان اسمها المرتبه الهوائيه بس اللي هي اير ماتريس. ليه ماتريس؟ الويزي اير ماتريس. العيان لما بيبقى نايم لفتره طويله البريشر بوينتس بتاعت العظم العظم يبقى ضاغط على السكين اجينست ذا ماتريس تعمل بيت سورس. فانت بتعمل ايه؟ بتجيب له مرتبه بتعمل ويز عشان البريشر بوينت دي ما تبقاش ثابته. مفهوم ولا لا؟ اسمها اير ماتريس. وفي عندنا سراير في القصر العيني في الاي سي السراير دي فيها ويفز وبتغير تمبرتشر وممكن تخلي اجزاء تتحرك. والسراير دي كانت متجابه برقم بشع شويه زمان بقى، كنا جايبينها من حوالي اكتر من 15 سنه. احنا اول يعني القصر العيني ده كان الاي سي بتاعته اكبر اي سي في المنطقه، كان بيجي لنا عينين من بره وبيجي لنا من احنا الاي سي الوحيده. كنا الاي سي الوحيده يعني الثقيله وكان موجنايز انترناشونال. بس للاسف عمرنا ما بنحافظ على الحاجه للاسف الشديد. والسيارة دي ما زالت موجودة لغاية دلوقتي. ان هو بقى ينام هما اللي بيناموا عليها ده. نايم راح مظبط على الساقع في السوق. بالك ويعمل ويفز ويفز. ويطلع له بتشوز في قفاه. لكن anyway ادينا جينا كير كير اوف سكيل. في كير اوف ريسبيريشن. لو العين الريسبيريشن ماسل از انفولد عملوا انتو تراكير انتوبيشن او تراكير اصلا. لو في كير اوف نيوتريشن لو العيان ما بيقدرش يبلع هنركب رايه. لو العيان انكونتيننت طبيعي هنركب له كاتيتر. البولون بيد ريست يعمل كونستيبيشن فلازم تعمله انما. دي اسمها كير اوف كير اوف سكين، كير اوف يونا بلادر، كير اوف ريسبيريشن، كير اوف نيوتريشن، كير اوف فاو ديزولف نيرسينج بروسيجرز. طيب في سيمبتوماتيك تريتمنت. في سيمبتوماتيك تريتمنت بمعنى العيان عنده بين فومتنج اسيماتيك. لو عنده مصل سبازم بنديله مصل ريلاكس حاجه اسمها سير دالوت. سير دالوت ده مصل ريلاكس او في مارجين كهني كتير قوي. لكن ما غلط ولا لا؟ الحاجه الثانيه طبعا تديله فيتامينز وتونكس. هذه كود نيوتريشن. هنعمله فيزيوثيرابي. الفيزيوثيرابي هيبقى مساج باسيف واكتف اكسرسايز. يعني ايه باسيف واكتف اكسرسايز؟ بسامع باسيف انا اللي حركت اكتف. فحركت مين المشغول ازاي؟ بصوا لك بصوا باسيف انك تحرك الجزء المشلول انت اللي بتحركه. اكتف انك تحرك جوه الجزء السليم. لان عندنا بولون بيد ريدن ممكن يحصل ديسيوز اتوفي فلازم تخليه يحرك الجزء السليم يعمل اكسرسايز الجزء السليم. طبعا في الانفراريد وانا قلت لكم الانفراريد الهيت
حدش منكم راح؟ طب من باب العلم بالشيء يا بنات، يعني من باب المعلومة، فين في حاجة اسمها مزيد؟ اسمها ما حدش منكم راح حتى يعني يتفرج على الجهاز؟ انت رايد عندك موافير الحلاق وفرات متطوية جدا. احنا اول حد دخل الانفراد تحت عنوان مايكرو تريك من زمان قوي، لكن anyway لا بنات بابا الحاجات دي حلوة والله العظيم، الحاجات دي بتفرق والله العظيم بتفرق. لا لا مش محتاجين انا رايك مهما عملنا مش تعمل المشطة. المهم بص معايا، بص يا اولاد انا بحاول والله بحاول، حيث اللي بتقوم مش عارف ايه والله، حيث بتقوم بعنف مش فاهم ايه، هل دي تعتبر اباحة يعني؟ اللطيفة ورائع بنات هتحسي ان انت في مين ولو للحظات لحظات دي بتفرق جواكي، بيشتغل الكروموسومات بتبتدي تشتغل، الاكس هيبتدي يزق ينزع استروجين، يعني هيبقى في تغيير في حياتك. لما حد هيقول لي صباح الخير تقول له صباح النور، بدل ما تبص له من فوق لتحت انت عايز ايه يا هبل. بعد كده صدقوني والله بعد الامتياز هتشوف. اه هتمسك واحد تقول له انت قلت لي صباح الخير مش مره ثالثه ساعتها الناس بتتكلم عليا وانت بعدين مستقبلي على خلي الباب. هتبتدي تمسكوا دفاتركوا القديمه وتبتدي تقلبي الصفحات بقى. اه تصبح عليا بتر هو السبب. بس ساعتها ما حدش جه. ف رجعت للامتياز سندوتشات. جيبوا لهم سندوتشات. تاكلي امتي يا ابو عبد الله. بص انا اجي على العيال. احنا قلنا 10 اسباب هي الثرومبوزس والهيموريزم والهيموريدج. تعال نعالج بقى ثرومبوزس. ازاي نعالج الثرومبوزس؟ بصوا لي، لا لا الثرومبوزس اكتب عندك رقم واحد. الثرومبوزس اكتب عندك واحد. انا عايز ان هو مكتوب واحد. عايز تكتب واحد تاني خالص. واحد واحد فوق. ثرومبوليتيك ثيرابي. دي حاجة ريسنت مش مكتوبة عندكم بس. ثرومبوليتيك ثيرابي. نقطتين أول السطر. إنديكيشن. بصوا لي هنا بقى. لما بيحصل ثرومبوزس والأرض بتتقفل في حتة مات. حتة خاصة فيها نيكروز لكن حواليها اريا از اسكيميك، حواليها اريا ايه؟ اسكيميك. اول ما القاضي يتقفل في حتة بيحصل فيها نيكروز بيبقى حواليها اريا اسكيميك، مفهوم ولا لا؟ الاريا الاسكيميك دي اسمها البنمبرا. اللي عايز يعرف اسمها بنمبرا. الاريا دي بتموت خلال 3 ساعات. هتكون في خلال في حته اول ما يتقفل القاضي بتموت خلال 3 دقائق. اللي هي دي خلال 3 دقائق الحته دي ماتت. لكن الحته اللي حواليها بيبقى جاي لها بلس سبلاي من السراوندنج اريا والمناطق اللي حواليها، بس اللي جاي لها كميه ايه؟ قليله. بس ستيل لايف اونلي فور 3 اورز وبعدين الحته دي هتموت. فلو جالك العيال في اول 3 ساعات بتبقى عايز تلحق تنقذ دي صح؟ عايز انقذها ازاي؟ انا افتح القاضي هتاخد ايه؟
مع الولاد ولا لا؟ هنصعب تكون ولاد الساعة. فاكتب عندك في الانديكيشن within 3 hours. Within 3 hours from the onset of hemiplegia. Within 3 hours from the onset of hemiplegia. بضم غير ايه عن اسكلم معرض ده الانديكيشن. الكونترا انديكيشن انظر كتاب الكارديولوجي. احنا خدنا في الماركاري انفاكش كونترا انديكيشن بتاعك تومبوليت اكتاب. قلنا مثلا العالم قبل ما ديله تومبوليت اكتاب يبقى اسأله اسئلة. يا حاج انت جالك سيبر هيموج قبل كده؟ يا حاج انت عندك بعبيتك كريتي نوبتي؟ يا حاج انت عملك كارديك مساج اكتر من 10 مينت؟ يا حاج انت حامل؟ فاكرين الكلام ده؟ عندك بيبتك اوسر؟ فالكونتر انديكيشن دي تنطبق خير مفهوم؟ بلاد ايه الدواء اللي هستعمله؟ نيفر سيبتكوانيس تي بي اي tissue transmission activated. ده الوحيد اللي مسموح بيه. مش مسموح لا بستريبت كاينيز ولا يوك كاينيز. مفهوم؟ FDA approval and ان TBA هو الوحيد ان الانسيدنس اوف هيموريج فيه قليلة. لما استخدموا ستريبت كاينيز عشان يفتحوا الارتريز الانسيدنس اوف هيموريج في البرين كانت عالية جدا. TBA هو الوحيد اللي ما عملش هيموريج. مفهوم؟ دوز 0.9 milligram per kg over 1 hour. 0.9 milligram per kg over 1. واضح؟ يا دكاترة. طيب. افرض العين جالك بعد 3 ساعات. كده مضخوش خلاص مش حد يتكون بوليتك. عايز اتعامل معاه ازاي؟ هو جاي بعد 3 ساعات وده عايز تنبوظ اعمل ايه؟ خلاص انت شخصناه بالعالي دلوقتي. لا انا قصدي يعني ممكن يكون عنده مثلا هايبر تنشن. ايه بص معايا انا عندي تومبوز انت كويس مانع التغلط معايا ولاد اللي هو اسمه ايه؟ هيبرين. بوعي اسمه ايه؟ هيبرين. السؤال العيال جاي لك بعد 3 ساعات تدي هيبرين انت كويس في عليها خلاف. بصوا لي دي عفوا في مدرستين في المنطقه. المدرسة الأولانية اللي هي المدرسة المصرية إن أي عيال جاي بعد 3 ساعات وعنده هيمبليجيا ثرومبوتيك بدي هبل دي الإيجيبشن ودي على فكرة الأوروبيان بالزر مش إحنا لوحدينا يعني. المدرسة بقى اللي هي بتاعة الأمريكان والكنديان اللي هي جايد لاينز اللي هما بيمشوا على الجايد لاينز بتقول إيه؟ ما تديش أنتي كواجرانت إلا لو واحد اللي عنده انفكشن ان ايفوليوشن. يعني ايه انفكشن ايفوليوشن؟ يعني عين الانفكشن بيبروجريس. بمعنى ان اهله قالوا لك الاول اتشل بقه وبعدين ايديه وبعدين رجليه يعني تقوم بس عماله بتستنى عايزه تدي انتيبايوتكس. او لو اللي عنده امبوليك بدي انتيبايوتكس. او لو اللي عنده هيستري اوف تي اي ايه هناخدها اسمها ترانزيانت. يعني عايز اقول ان مش كل العيانين اللي جايين بعد 3 ساعات ياخدوا انش فاكر. الدكتور عبد الوهاب حطهم الاثنين على بعض. معايا الفكره اللي انا عايز اوصلها لك ان في تو سكولز. الاوروبيان سكول اللي هي بتقول انك تدي انش فاكر فور اني بيشنت جايلك بعد 3 ساعات. تو بريفنت فيرذر ثرومبوزز اند تو بريفنت ثرومبوزز ان اذر فيسلز. واضح؟ الامريكان سكول والكنديان بتقول لا مش حد انش فاكر الا لو انا محتاجها فعلا. هحتاجها امتى؟ لما يكون الترومبوس از اكستندي الفانكشن ان ايفوليوشن.
او لو عنده امبوليك خايف يجيله امبوليك من تاني. انا عندي سي اي اي. يعني ايه سي اي اي؟ اللي هي جت ارتكب فيه من فيجا وفكر خايف يجيله تاني وما تفكش. فاهمين ولا لا؟ دول اللي ياخدوا انتيكواجولانتس. طيب ايه الكونتر انديكيشن؟ قال لك ممنوع تدي انتيكواجولانت لعيان فيفرش. ليه؟ لان ده احتمال يبقى اصابه كرويد هيموج. مفهوم ولا لا؟ ممنوع تدي انتيكواجولانتس لعيان فيفرش. ممنوع تدي انتيكواجولانتس لعيان انفكتيف اندوكاردايتس. لان الفيجيتيشنز بتلزق بكلوتس، فلو انت منعت كلوت فورميشن الفيجيتيشن هيحصل لها ديتاتشن. ممنوع تدي في الليفر سيل فيلير ورينا فيلير لان عندهم ليفنج تندنسي. واضح؟ طيب هنبتدي بمين يا ولاد؟ هيفرين صح؟ هنبتدي بيه يا ولاد؟ الدوز ها؟ 5000 جراح 5000 بالكي جي. لا يعني لو وزن 70 كيلو ياخد 300,000 يبقى ايه؟ حسب اللودنج دوس 70. عايز ياخد 70 يونت. انا قلت لكم قبل كده في الكربون امبوليزم 70 يونت بالكي جي بولس. بعد كده 15 يونت بالكي جي بالاول انفيوجن. هاخد كام يونت؟ 70 يونت بولس 70 يونت كي جي. يعني وزنه 70 كيلو ياخد 5000 يونت بولس. هتبقى 4900 70 في 70. وبعدين 15 يونت كي جي في الاول. الدوز should be adjusted according to BPT. التارجت بتاعك انك تنزل صرف البي تي تي 2 تو 3 تايمز النورمال. مين الانتي دوت بتاع الهبل؟ فيتامين على اليوم الثالث بتبتدي ايه؟ ولا انتي ولا وين دلوقتي يقول لك ابتدي من اليوم الاول. اول يوم ابتدي اورال انتي فاجنس. ان اورال انتي فاجنس بنبتدي في عندنا الماريفان، في عندك الماركومار، الانديفان، وات ايفر. بتبتدي بقى الانسبايرمنت في الاول، بندي اول يوم لودنج دوز 3 غاز، وبعدين ثاني يوم قرصين، ثالث يوم قرص، وبنعمل ادجستمنت للدوز اكوردنج تو بروثرومبين تايم او اي ان ار. التارجت بتاعك كام؟ لا 2.5 3.5 ده في الكومبوز بتاع الفيكتور بتاع سوري الفوستيريك فاس. لكن هنا من 2 ل 3 ده النور. ثلاث اضعاف ما اي ان ار 2 ل 3. احنا قلنا يعني ايه اي ان ار؟ الريشيو ما بين البروتون بتايم بتاع العيان النورمال. فانت بتبقى عايز اي ان ار 2 ل 3 يعني ضعفين النورمال او ثلاث اضعاف النورمال. مفهوم ولا لا؟ الانتي دوت بتاعه فيتامين كي. ركز معايا دي احسن. هل هتدي ادويه ثانيه لعيان ثرومبوز؟ انتي بليتد. لعيان جانب ثرومبوز يا باشمهندسين ابوس ايدك بلاش تناحى. يا خبر اسود. عيل عنده كومبوز يعني عنده اتو، يبقى لازم تدي ستاتن. ولازم تعمل كنترول للهايبر تنشن. لان دول الريسك فاكتورز بتوع اتروسكليروس. تدي انتي هايبرتنسف ايس انهيبيتور بيتا بلوكر. ولازم تدي ستاتين. ستاتين مش مكتوب عندهم؟ ستاتين should be given to reduce cholesterol level. واضح؟ ولازم تعمل كنترول للهايبرتنسف. يا ولاد العيانين دول بعد ما طلعوا من المستشفى
بيبقى ماشي على انس كوجنت. لو فضل ماشي على انس كوجنت خلاص خلصت القصه على كده. لكن في ناس يقول لك وقف الانس كوجنت بعد شهرين وادي العيان انت بيك عشان تقلل الانسيدنس اوف هيموريدج. يعني ما هو الانس كوجنت دي فيها ريسك وفيها مش عالي. فدي انتي بليت اسبرين تكلوبيدين لما انتي بليت مفهوم ولا لا يا دكاتره؟ في بقى ادويه شامبوهات انا قلت حالا بعد شهرين. في حاجه ثانيه، في مجموعه من الادويه انا بسميها الشامبوهات. لما تحمل عيني من بليجي بشامبو هيتحسن. الادويه دي زي الشامبو بالظبط. انا هقول لكم الدواء وكيف فكرته عشان تفهم. اول دواء شامبو مشهور جدا 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 اسمه النوتروبين فيراكتام. حاسس معنو النوتروبين يا اولاد؟ الفيراكتام ده مشهور جدا. الدواء ده بيدوه ايه بقى؟ اسمع اسمع كده لو سمحت. يقول لك النوتروبين بيخلي الار بي سيز تسكويز اتسلف ما بين الترومبس والبلد بالبلدي. اذا كان عندك بلد بريشر مقفول بالترومبس النوتروبين بيخلي الار بي سيز تزفلط ما بين الترومبس والوول بتاع بلد بريشر. يعني الغرض من النوتروبين زفلطين في الارض ار بي سيز. يا نهار اسود. قال لك وايه بقى كمان؟ انتي بليتلت وبيحسن الباب فلو. ماشي؟ طلع واحد قال لك ايه قله الادب والسفانه دي؟ في حد دواء يدي؟ حد يدي دواء الراجل ده؟ لا احنا هندي دواء تاني اسمه بنتوكسيفيلين، خدتوه في الجراحه تحت اسم ترنتال. نادي ربنا يكرمك. الدواء ده بيعمل ايه؟ قال لك ده بقى بيخلي الار بي سي تسكويز ما بينه وبين الفوق. وقال لي ان انت بتحس بنفسه نفس القصه. طلع واحد قال لك سيبك من الكلام ده كله، احنا هنستخدم البايت دي جايد ستان. قال ده بقى بيخلي الار بي سي تسكويز اتسلف وانتي بليتد ودوبامين اجلس بيحس بلاد فلو للبرين. ولا واحد من دول بيعمل اي حاجه ولا العيال دي بتلاقيه ملبس. بس يعني انا مره مسكت اثنين نيورولوجي واقفين بيتخانقوا قدام عيان مع اهل عيان يعني. يعني واحد بيقول له احنا ندي نوتروبين كل ست ساعات والثاني بيقول له لا كل ثمانيه كفايه. انا سبتهم بيتخانقوا قدام اهل العيان وبعدين في الاخر واحد حبسهم في الاوضه. نار فايرس. كنت انا في الدواء. والدواء ده بيعمل حاجه قالوا لي لا. قلت لهم طب في سايد افكت؟ قال لك لا. طب بتتخانقوا ليه؟ كل ست ساعات ولا كل ثمان ساعات؟ قال يا محمد يعني ما قدرناش غير كده، دي الأدوية اللي في إيدينا. سيبنا نعمل الشو قدام أهل العيان. يعني مفيش قدامنا غير دول، يعني نقطع لك هدومنا ونمشي عيانين في الدايت فايت. ما قدرناش غير الأدوية دي، ما تحكيناش بقى. يعني أنتوا هما مقتنعين تماما. الأدوية اللي ما تعملش حاجة. مفهوم ولا لا؟ تمام تمام، وهي مكتوبة عندكم عايزكم تشطبوها بسرعة. ذكر اللي يحطوا للعيان كربون دايكسايد. الشموموسة يعني توصليه على شحمان عربية، ليه؟ قال لك كربون دايكسايد حلو، بازو دايليت حلو. يعني كانوا بيشمموا العيان 40% كربون دايكسايد. وتش مينز لا بتوصل على الشحمان. انت فاتح بقه وحطه في الشحمان ومشغل. فطبعا ما فيش حد بيعمل الكلام ده. الامبوليزم بقى. عايزك تشطب التريتمنت بتاعه وتكتب اسمه بوزو اكسبت. اكسبت ايه؟ يعني بوليزم انا عايزه زي الفومبوز بالظبط ما عدا ما عدا الفومبوليزم ده ما عدا ايه؟ الفومبوليزم ده وعايز عايز زي الفومبوز بالظبط. الهيمورج عايزه تشطب التريتمنت وتكتب اس طبعا كلاي. الهيمورج هتشطب تكتب اس طبعا كلاي. اشطب التريتمنت بتاع الهيمورج واكتب اس طبعا كلاي. طبعا التيومرز علاج يا اولاد. سيرجيكال اوليديش مننجاكس هتدي انتبيوتيك انكيفالايتس هتدي كوتشيكوف. في مكتوب تحت كوزز اوف جرامز انكيفاليديشن اكتب عليها مهمه جدا بس احنا لسه هنجمعها. اكتب عليها مهمه جدا بس لسه هنجمعها واحنا ماشيين. مفهوم ولا لا؟
احنا خدنا منهم واحد صوت فارس ها اجيب اللي هو بعد وخدنا واحدة تانية هي مبتجيك مجري وكان ولا لا وخدنا واحدة تالتة هايبر تنسل انكيفالوبس يعني احنا خدنا كذا واحدة منهم بس يعني ايه برضو هنجمعهم مع بعض في الاخر في دي اسباب الترانزيت فارس واضح يا ولاد خدوا بقى خمس دقايق يا ولاد بسروا وشكم استحموا اعملوا ايه يا ولاد بريك بصروا عايزين في دي ده امرجنسي كان جو خمس دقايق بريك وتقعدوا تاني مش بالي ليش بعد لك اللي انت بس لا حاجه ها مشتو بتوضع نفس دي كلها هي يعني الكربون والدبس دي مش بتعملها كربون ده اكسيد بس يلا ماشي يلا جرين Thank you.
كده النهاردة يبقى خلصنا نص كتاب نيوتن. أنا خلصت بس هي المعلومة يعني فاكرين بعد نص السنة قلت لكم ومحدش كان مصدق أنا قلت لكم الكلام ده بعد نص السنة على طول ومحدش صدقني
قلتلكم بتاع الجرح هيجيبك من قفاك، بتاع البطنه تيجي تجري تلاقيه ماسكك من رجلك، ولا حشيت البنطلون هو بتاع العمل. طب احنا يعني واحد ماسكك من قفاك والتاني من رجلك والتاني بيشد البنطلون وانت مش عارف تعمل حاجه. طب ايه الحل؟ فاهمني؟ ف انا قلت لكم الكلام ده من زمان، محدش ما بتصدقوناش الا لما بتقعوا في الزباله، ما بتصدقوش كلام الكبير خالص الا لما تقعوا في الزباله. فكده يقول لك والله كان عندكم حق، احنا ما كناش فاهمين. ده الترند اللي انتوا ماشيين عليه. قال لي بابديجي. يعني ايه بابديجي؟ بصوا لك، لا هي كلمه بابديجي يعني فارس اوف تو ليمز، يا اما بوث ابر ليمز يا اما بوث، لكن هو عاده بيبقى المقصود بيها فارس بتاع اللورنس. عشان اعمل فارس اللورنس ينفع يبقى له لور موتور؟ اه ينفع. ديفن وايت زي كيليان فريد يعمل فارس بوث ابر ليمز، يبقى بابديجي ممكن تبقى لور موتور. يسموها بلاسيد بارتيشن، يبقى معاها هايبوتونيا وهايبوفيكتيف بيسموها، ودي احنا هنتكلم عنها تحت عنوان اسمه بيرفل رايت، ده موضوع مفصل. لكن ممكن تبقى بارتيشن ان ضرب البيراميدال تراك بتاع اللي هو لمب بس. ممكن بارتيشن يبقى ان انا ضارب بيراميدال تراك وجوه لمب بس. يعني تبقى افضل نقطة ويسموها فاستيك بارتيشن. فاستيك يعني فيها هايبوتونيا وهايبر افكت. مفهوم رد ولا لا؟ استاذك يعني فيها هايبر سونيا وهايبر افكت، مفهوم؟ اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو الاستاذك بارتيش. الاستاذك بارتيش هنتكلم عنها تحت عنوان اسمه بريفرال لوايت، لكن انا هتكلم عنه النهارده ايه؟ استاذك بارتيش. واضح؟ الاستاذك بارتيش معناها اني ضرب بيراميدال تراك اوف لور ليمز اونلي. عايز اضرب البيراميدال تراك بتاع لور ليمز بس. مفهوم ولا لا؟ هضرب البيراميدال تراك بتاع مين؟ طيب ازاي؟ مش معايا. فكده ولاد ايه يا بعض؟ البودي كان بريزنت دي. يعني هنا فيك فين؟ تحت اللي هو ليمز. لا ما كانش بصوا ده يبقى عميديان سيرفس، يبقى فين؟ عميديان سيرفس يعني المنظر بيبقى عامل كده، ده ترو سيرفر من فير وده كوبر اللي هو لب كده على ايه؟ ونفس الكلام الناحيه الثانيه عميديان سيرفس. يبقى عشان تضرب اريا اربعه اللي هو لب بس ولم بس على ناحيتين تعمل ليجن في الميدل لاين، تعمل ليجن فين؟ في الميدل لاين. عملت ليجن في الميدل لاين هضرب لور ليمب بس على ناحيتين، صح ولا لا؟ يبقى عشان اعمل بارتيش في البريد لازم الليجن يبقى ميدل لاين، يا اما فراكشن فول فراكشن ايه؟ او مننجيوما في الميدل لاين بيسموها طاره فاشل مننجيوما او سوبير سيشنال ساينس ثرومبوز. ليجن في الميدل لاين يا اما فراكشر بولت يا اما بار سيشنال مننجيوما يا اما سوبير سيشنال ساينس ثرومبوز. ماشي يا ولا لا؟ دكاتره معايا؟ ده برين. طب تعالى على البرين ستيب. ده البرين ستيب هنا في بيراميدال تراكس يمين وشمال. الفايبر بتاعت اللور ليمب ماشيه هنا. ماشيه في بيراميدال تراكس في ميديا سايد، مفهوم ولا لا؟ ها؟ واضح؟ انا متقلي بابا. بيراميدال تراكس الفايبر بتاعت اللور ليمب اهي اللي بنحصل. معايا؟ عايز اضغط. اعمل ليجن في الميدل لاين. عشان يضرب البيراميدال بتوع اللي هو ليمب بس
على ناحيتين. Lesion in the middle line يعني مثلا tumor. Glioma in the middle line of the brain stem. أو ديزيز اسمه سرينجوبالجيا. البرين ستيم معدي جواه كنال. معدي فيها تي اس اف. لو كانت دي وسعت اسمها ايه؟ الكنال دي وسعت هتضغط على الفايبرز الميديا. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ يبقى علشان تعمل بارتيشن في ليجن في البرين ستيم لازم الليجن يبقى فين؟ ميدل لاين. مفهوم ولا لا؟ زي سرينجو بالبيا وميدل لاين تيوب. نيجي للسبانا كود. عشان اعمل بارتيشن في السبانا كود لازم اضرب البرامينال تراكت على الناحيتين بلو سي 5. بلو سي 5 منطقي يعني اضرب هنا صح؟ عشان اعمل ايه؟ لو ضربت هنا اضرب تحت بس اول ما تدخل تضرب بلوسي 5. ازاي اضرب السبايدا كود بلوسي 5؟ بص معايا دي الفرتبري، ركز معايا في الحته دي عشان دي مهمه قوي. ودي ترانزيس فورسز وده السباين بالانجيز وبعدين عندنا سباينال. عايز اضرب السبايدا كود، ممكن اضرب السبايدا كود بان انا اعمل ليجن في الفرتبري او انا اعمل ليجن في المننجيز او انا اعمل ليجن في السبايدا كود شخصيا صح؟ عشان اضرب السبايدا كود ممكن تبقى المشكله فين؟ فرتبري مننجيز او سبايدا كود شخصيا. ركز معايا قوي في كلام حضرتك. الفرتبري الليجنز اللي فيها ممكن تضرب سبانا كورد. كونجينيتال سوماتيك انفلاماتوري نيومبالج. كونجينيتال كايفوسكليوز. سوماتيك. فراكشر ديسلوكيشن او ديسك. فولاس انفلاماتوري. بوكس نيومبالج اوستيوما او اوستيو ساركوما. او متاسس. يبقى مشاكل في التبي كونجينيتال سوماتيك انفلاماتوري نيومبالج. مشاكل المننجيل منجيوم او ليكيميا ماشي ولاد؟ ليكيميا عامله انفلتريشن المننجيل فيها مكتوب عندكم باكي مننجيتس هايبرتروفيكا والسيستيك اركيرودايتس مش طب اللي ما تعرفش ايه اشطب باكي مننجيتس هايبرتروفيكا والسيستيك اركيرودايتس اشطب ده عايزك تعرفه في المننجيز مننجيوما واليوكيميك ديبوسيتس مفهوم؟ يا ركاز ممكن تبقى المشكله في الاسبانا كود شخصيا كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري نوبلاست كونجينيتال حاجه اسمها سرينجو مايليا اسبانا كود برضه نفسه في سنتر الكنال ولا لا؟ السنتر الكنال دي ممكن توسع وتضرب البيراميدال تراكت على ناحيتين مفهوم ولا لا؟ استاذ كنادي لما توصل ده اسمه سرينجو ماي لا كونجلتا سوماتيك ستابون انفلاماتوري ترانزيرس نيوبلاستيك لايو اوكي عشان اضرب سباينال كورد واعمل بارتيجيا ممكن تبقى مشكله في الفيرتبري ممكن تبقى مشكله في مننجيز ممكن تبقى مشكله في سباينال كورد شخصيا معاهم هذا ولا لا؟ فيرتبري كونجنتال توماتيك انفلاماتوري نيوبلاس مننجيز مننجيوما وليوكيميك ديبوسيس سبانال كود كونجنتال توماتيك انفلاماتوري نيوبلاس مفهوم ولا لا؟ واضح؟ ركزوا في اللي انا اقوله قوي المشاكل دي سواء فيرتبري او مننجيز او سبانال كود كانك جيت على سبانال كود وقطعته ولا لا؟ ماشي شعوب الوحدة كأنك جيت على سبانا كود وإيه؟ لما تقطع سبانا كود لما تقطع سبانا كود تحت الليفل اوف ليجن بلاوي سودا صح؟
وفي الدنيا زي الفل ولا لا؟ يعني انا جاي ضارب هنا سواء بيرتبي او انجيز او سباناكوز تحكي الدنيا زي هنا ضايف وفي نور. فيقول لك الكوزز دي بتعمل فوق الليجن بتعمل لك ليفل وفي الدنيا زي الفل تحكي الدنيا ضايف. المجموعة دي بيسموها فوكال ليجن. اسمها ايه؟ يعني ايه فوكال؟ يعني ليها ليفل واحد وهي الدنيا كويسة وتحتيه الدنيا ايه؟ طيب الفوكال ليجن دي اما منينجيز يا فيرتيبيا سباينال كورد سموا المنينجيز والفيرتيبيا على بعض اكسترا ميدالز اكسترا ميدالز وسموا السباينال كورد ليجن على بعض اسمهم فوكال. واضح؟ لكن في مجموعة تانية من الديزيزز تضرب السبانا كورد وتعمل لك بالفيش ما تبقاش فوق يعني ما لهاش ليه؟ مجموعة اسمها سيستميك ديزيز مجموعة اسمها ايه؟ ركزوا معايا الحتة دي غبية. في مجموعة من الليجنز ممكن تضرب السبانا كورد وتعمل بالفيش بس ما يبقالهاش ليه؟ دي اسمها سيستميك ديزيز. السيستميك ديزيزز كلمة سيستميك نيورولوجي ليها معنيين. كلمة سيستميك نيورولوجي ايكوال حاجتين. اولا كلمة سيستميك معناها ان الديزيز ما يضربش النيورولوجي بس ما بيضربش بيضرب اوجر ثاني. يعني مثلا بصوا لي هنا في ديزيز انتوا عارفينه اسمه سب اكيوت كومباين فيتامين بي 12 ديفيشن بيبقى ضايف نيورولوجي والهيماتولوجي صح ولا لا؟ في ديزيز اسمه بلاتلا بيبقى ضارب نيورولوجي وسكين. فكلمة سيستميك معناها انه مش ضارب نيورولوجي بس. وكلمة سيستميك ليها معنى تاني برضه انه بيبقى ضارب السي ان اس على كذا ليفل. يعني بيبقى ضارب برين وسيرفيلا برين وسيرفيلا نيرف. مفهوم؟ كلمة سيستميك ليها معنى ايه؟ انه مش ضارب نيورولوجي بس نفس الوقت ضارب نيورولوجي على كذا. السيستميك ديزيز بيتميز انه بايلاترال اند سيمتريكال فور ذا سنجل ليجن. تاني كده السيستميك ديزيز يتميز انه بايلاترال اند سيمتريكال فور ذا سنجل ليجن. بمعنى ايه؟ بصوا لي هنا هاخد على سبيل المثال الكوب اكيوت كومبايند ديجنريشن هو فيتامين بي 12 ديفيشنس. الفيتامين بي 12 ديفيشنس بيضرب انيميا بيعمل انيميا وبيضرب نيورولوجي وبيضرب البرامتر والبوستيريور كولوم والبرسل نفس يبقى ينطبق عليه شروط السيستميك ضرب نيورولوجي لما ترجع اول شرط الوصفه ولا لا؟ صح؟ انه مش ضرب نيورولوجي بس. ثاني شرط انه بيضرب السي ان اس على كذا صح ضرب برامتر والبوستيريور كولوم والبرسل نفس فمن اولاد ولا لا؟ الصبع كيف كوبايت بيجي ليش؟ البايلاتر اسبيتكر يعني ايه؟ فور ذا سنجل ليش؟ يعني لو ضارب الترامل هنا الثاني لازم يضرب هنا وعلى السيم ليفل. لو ضارب الترامل هنا الثاني لازم يضرب هنا جوسس. لو فاهم انا مضروب هنا الثاني لازم يضرب على السيم ليفل. البوستيك كولر لو مضروب هنا لازم اخوه مضروب على نفس الليفل بس مش لازم البوستيك كولر والبرامل ده يبقى على نفس الليفل. It is a bilateral and symmetrical for the single lesion. يعني البرامل ده مضروب هنا يبقى الثاني هنا البوستيك كولر هنا يبقى الثاني هنا بس مش لازم البوستيك كولر والبرامل ده يبقى مضروبين في نفس الليفل. فايتس بايلاتر اند سيمتريكال فور ذا سنجل ليجن. حد فاهم اي اطفال؟ ايوه حلو. ويتش مين انا عندي برامج مضروب هنا الثاني هنا والشيل كله مضروب هنا الثاني هنا هل عندك ليفل واحد ولا كذا ليفل؟ ما ينفعش تقال عليه فوق ما ينفعش تقال عليه ايه؟ لان مش ليفل واحد في كذا. يبقى المجموعه الثانيه اللي بتعمل باور فيش مجموعه اسمها سيستميك ديزيز. المجموعه اللي اسمها سيستميك ديزيز تشمل سب اكيوت كومباين
وباللاجرا وفي درايخس اتاكسيا ومريض اتاكسيا وحاجه اسمها موتو نيرون ديزي، ودول بيتميزوا بانهم بايلاترال اند بايلاترال اند سيماتيكال فور سيميليشن. في مجموعه ثالثه اسمها ديسيمينيتد، مجموعه اسمها ايه؟ الديسيمينيتد زي الديسيمينيتد سكليروس، ده بيضرب بايلاترال بس اسيماتيكال، يعني لو ضرب جامد هنا تاني هنا. الديسيمينيتد ديزيز دي مجموعه ثالثه بتبقى بايلاترال بس ايه؟ اسيماتيكال، بمعنى لو جامد هنا التاني هنا. هل هيبقى ليفل واحد ولا كذا ليفل؟ ما ينفعش تقع عليها فوق. زي الديسمينيتد سكليروزز والديسمينيتد انكفال وبايلايتس، مفهوم؟ ركزوا معايا بقى عشان الكلام ده هيبقى له ابلكيشن. جالي عيان عنده بارفيش احتمالات يا برين يا برين سيل يا سبانا كورد، ولو سبانا كورد يا فوكال يا سيستميك يا ديسمينيتد. صح؟ عايزين نعرف لو جالك عن عنده بارافليجا وعنده افيزيس برين لو جالك عنده بارافليجا وعنده كينيا نيرف مضغوط برين ستيل نادى ولا نادى؟ سبانا كود ومعاه ليفل فوق معهوش ليفل يا سيستميك لو سيمتيكال اسيمتيكال مفهوم ولا لا؟ باشمهندسين نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر بارتيشن، هنجاوب ثلاث اسئله. السؤال الاولاني از البارتيشن، السؤال الثاني وين ذا ريجن، السؤال الثالث وات ذا ريجن. مفهوم؟ السؤال الاولاني هيبقى از بارتيشن، السؤال الثاني وين ذا ريجن، السؤال الثالث اتفضلش. نفس أسئلة يلا ولاد بص الفيل، لو اشتغلتوا عيدة هخلص في ربع ساعة. انت مين؟ انت مين أولا وبعدين نبقى نتكلم معاك. بابا قال لي ما تكلمش مع حد غريب. انتوا عندكم مطر النهاردة صح؟ اه طيب خلاص ايه المشكله؟ روح موت خميس وجمعه تبقى السبت زي الفل، روح موت خميس وجمعه تبقى زي الفل زي ما السبت. الكلام ده النهارده ما انا عارف انت خميس وجمعه اتفني نفسك هناك في البيت، تيجي السبت زي الفل. انت ولاد انت اللي جبتوا لنا الصبح والله العظيم انت اللي كتبت كل الطب بايدك. اه ده كان كده خلاص خلص انجوي انجوي وات يو ار دوينج. بتعرفونا ان احنا دخلنا طب هتتبسط قوي. تخيلي بقى بعد كلنا لو اتجوزت تقعدي في البيت ده لو لو حط الشعر اف هذا قومي والله العظيم انا لو ينفع اتجوز في البيت حق ما عنديش مشكله والله العظيم عندي اي مشكله. في احلى من انك تصحى الساعه 9 10 الصبح تقعد تلعب في صوابع رجلك وبعدين هتعملي له ايه؟ هتطبخي له طبخه تتعمل في ساعتين وقاعده تتفرج على لك يا سيدتي والتلفزيون الصبح يجي تطبخيه تخمن تخمن وانت صار الساعة 10 كمان تلفزيون يصحى كوباية شاي هاجر كوباية شاي ايه يعملها لنفسه كمان صح ما هو شخصية خيالية مش هتحصل براحتك اعملي فيه اللي انت عايزاه لانه مش هيبقى متواجد اساسا ده شخصية خيالية يعمل لنفسه يبقى انت متجوزه شيخ شيخ لا مؤاخذة اه هو الشاي اللي بيحدد الجول ايه كوباية الشاي بقى هي اللي بتفرق هي إيه بتحدد طاقها ولا لا؟ يقول لك هي دي يعني اه هي مش
تبقى عارف هي دي بقى. احنا لو ما شفناش الشاي بيبقى فيه نقص في الجون. لا الراجل لازم يحتار، الست لازم تحتار. لا ربنا سبحانه وتعالى ادانا القوامة بما انفقت. لو ما انفقش بالجد ايوه صح، لو ما انفقش ليس له اي حق. امراتك ما تحطش مليم في البيت، ممنوع منعا بس. انت معاك 300 جنيه تعيش ب 300 جنيه، هي بتقبض 3000 جنيه تحطهم في البنك ماليش دعوه بيها. ليه؟ عشان لما تقلع الجزمه ما حدش يكلمك. ال 300 جنيه هتعيش بيهم، بتقبض 7000 تحطهم في البنك ما تحطش مليم في بيت. انت مش شغلي ماشي فلوس ليك، ما تحطش مليم في بيت، هتاكلي جبنه وزيتون وبتاخدي 7000 جنيه. نعم؟ لا لا انا بقول لا ما تنساش عاوز يعني اه يلا كذا عشان ينام. ايه المشكله يلا كذا عشان يخش ينام عشان يحصل تصميم قوي كده. مش شرط علشان هو يقلع كذا ما ضليش. بص دايما ضماني لكن تبقى سلطة الراجل بالإنفاق. دايما الست لما تحط في جزء من بيته زي ما انت بتقولي في الحياة مشاركة بيبقى لها رأي. المفروض يبقى لها رأي من غير ما تشارك. نعم المفروض يبقى لها رأي. يا سيدي الديمقراطية انت يبقى لها رأي من غير ما تشارك. بسم الله يا ما شاء الله يا بخت يا بخت العظيم. الكلمتين دول انا هتجوزك. انا حنيتي انا بقول يا ريت بس اخلص يا الباطيشن كلينيكال بيكتشر. از الباطيشن وير از ليجن اند واتس ذا ليجن. اولا از الباطيشن هنوصل للباطيشن ده بعرف نتيجه البيراميدال يبقى لسه اكتر مني بودر اكل اكتر من الهبس. تعالى لا الحاجه الشغل بلاش غابه يا بابا احنا بره بريشي بلاش غابه وحافظين مش فاهمين قال لك والشولدر اكتر من ايه. لا في النص التحتاني مفيش شولدر هنا هنا دي كانت ايه. بص يلا الفاضيش يعني معنى تفوت بدلت اكتر منه برج اكل اكتر من هيك خلاص اكيد هيأفكت العضلات الاضعف في اللي هو ليه العضلات الاضعف هي فلكس والاب الفارسس هيبقى افكتنج فلكسس والاب دكتور صار التون هايبرتونيا هايبرتونيا هتبقى فين؟ الاكستنسوس والادكتوس من عادة ايه تبقى اكستنسوس والادكتوس ده بيسموه سيزرين يبقى في سيزرين اكستنسوس اند ادكتوس مفهوم ولا لا؟ اكيد عندهم هايبر ريفلكس عندهم باتولوجيك ريفلكس عندهم كلونس عندهم بابينسكي عندهم نص مافيشن ريفلكس بلو ده ليفل مافيشن نفس كلام الهيمتيشا بس كولس هو هو الهيمتيشا بس كولس دي حاجه زياده. ايه الحاجه زياده؟ بص معايا العيان ده وهو نايم رجليه از اكستندد لان التون عالي فين؟ ريستنسز. لو العيان ده سبته شهرين ثلاثه ورجعت له لو سبته شهرين ثلاثه ورجعت له هتلاقي منظر غريب جدا هتلاقي رجليه بقت فلكسد مع ان المفروض ان التون عالي فين؟ الاكستنسوس رجليه اكستنسوس بعد شهرين ثلاثة تلاقي رجليه بقت فليكسبل. ليه ما حدش فاهم؟ لكن في ناس بيقولوا اصل الليجن اكستندد وضرب الاكسترا بيراميدال فايبرز. والاكسترا بيراميدال فايبرز لما ضربت التون زاد في الفليكسبل. ده كلام فارغ. Nobody knows why العيال دي من بارديجن اكستنشن تو بارديجن هنا انفكشن. Nobody knows. وهو العيان بيقلب من بارفيجن اكستنشن بارفيجن فلكشن يظهر عنده ريفلكس غريب يظهر عنده ريفلكس مشهور قوي اسمه ماس ريفلكس. الماس ريفلكس معناها انك لو عملت له سكراتشنج للانر سايد اوف ذا ثاي
يحصلوا spontaneous urination and defecation. ولو عملت له squeezing للجلانس بينس يجيله spontaneous ejaculation. ده اسمه mass reflex. ليه بيحصل الـ reflex ده؟ احنا مش عارفين. والـ reflex ده ما ينفصلش من extra-barmidal fibers. عشان كده انا بقول نظرية extra-barmidal دي نظرية فاشل. معايا في reflex تاني اسمه بيير ماري فوا. مش بويس ابوس ايدك. فوا. بيير ماري فوا reflex. البيير ماري فوا reflex عبارة عن ان العيال لو عملت له فليكشن للتوز عملت له ايه؟ انا جيت عامل فليكشن للتوز يشد رجلي. يعني ايه يشد رجلي؟ هيعمل فليكشن في الهيب فليكشن في النيه واكستنشن في التوز. يعني انت عملت فليكشن للتوز وشد رجلي. شد رجلي وانا عملت فليكشن فين؟ الهيب والنيه واكستنشن في التوز. ده اسمه بيير ماري فاربس. مفهوم ولا لا؟ التو افكتس دول هو العيان ترانسفيرنج بارديشن اكستنشن تو بارديشن انفكشن. مفهوم ولا لا؟ يبقى دي حاجه زياده عن الهيمتيشن. يعني لو انت بتفهم الكلينيكال بيكشر بتاع البارديشن هي هي زي هيمبريجيا ما عدا ماس ريفكس وفي ام اي فوا ديورنج ترانزيشن من اكستنشن تو انفكشن. مفهوم؟ ده السؤال الاولاني از ات بارديشن. السؤال الثاني وين از ذا السؤال الثاني هيبقى ايه؟ وير از ذا ليشن؟ بصوا لي هنا. احنا قلنا لو برين هيبقى معايا. قول بعدها الله يبقى عليك. لو برين يبقى ايه؟ افيديا. لو كرينيا نيرفز. برين ده ولاد. لو ليفل. فوق ما معهوش ليفل. يا سيستميك. لو سيمتيكال. يبقى اسيمتيكال. لو طلع عين فوق. طلع عين ايه؟ يا اما اكسترا ميدالي يعني انت ميدالي احنا فرق بينهم ازاي؟ اكسترا ميدالي يعني مشكلة في الفرتبي او المنجيز اكسترا ميدالي يعني مشكلة فين؟ بصوا لي هنفرق بينهم بثلاث حاجات هنفرق بين الاكسترا ميدالي والانتر ميدالي يا اولاد ثلاث حاجات واضح؟ بصوا لي اكسترا ميدالي يعني فرتبي او يعني ليجن ضغط من بعض صح؟ انت لما طالع على ليجن فين؟ يبقى ليجن من جوه معايا؟ ده السباينال كورد معايا؟ ده السباينال كورد الفايبرز اللي جايبه السنسيشن من السيكرال ايرز هي الباطس ماشي قوي دي الفايبرز بتاعت مين؟ تفتكر فايبرز دي تفضل مع الاكسترا ميدالي الاول ولا انترا ميدالي؟ الاكسترا الاول فرق الاكسترا ميدالي دي جاست تبقى في السيكل فايبرز فيري ايرلي يعني يحصل لوس اوف سنسيشن في السادن اريا فيري ايرلي ماشي؟ في حين الفايبرز اللي مسؤول عن اليوينر بادر ماشي هنا دي ايه؟ اليوينر بادر تفتكر الفايبرز دي تطيب عليك اشكرا دي وين هي بلادر انت لما يضلع اللي وين بلادر ايه تطيب مع الانت لما يضلع ليش الاول اللي وين بلادر فايبرز دي هي المسؤولة عن الكنترول على الميكتريشن لو ضابط لو ليجن اكيو بيحصل ريتنشن اوف يورين لكن لو ليجن جاديو بيحصل حاجه اسمها بريسبتنس هنتكلم عنها بعدين العيال ما يلحقش نفسه يعني فاكر لو عايز يونيت بس على ما يكون وسط الحمام يكون الولاد عامل على وقت طب هو انا يا بهوات يبقى الاكسترا ما يضرب ايش يضرب مين قوي؟ سامع ولا ايه؟ انت ما يضرب الفرق الثاني بقى ركز معايا نفضل 10 دقايق بالظبط ان شاء الله الانترا ما يضرب بس فكرة مع كده كده مش عارفين نمسكش ماشي الانترا ما يضرب ايش والاكسترا ميدالي بتطلعوا بحاجه كمان. الاكسترا ميدالي هي مشكله مننجيز وفيرتيبري ولا لا؟ يعني انت ضارب من بره. كانك قاطع السباينال كورد صح؟ كانك ايه؟ لما تقطع السباينال كورد هتفقد all types of sensation. ولو ده غير الاوبريشن.
مفهوم؟ مفهوم. لو انا قطع الكابل هدي سلوك من تحت توصل فوق عيال يبقي اوفر ات اوف فين؟ لكن لو ليش انت لما يطلع ركز معايا قوي بقى ليش ايه؟ معايا؟ يعني مثلا ورا في الاسبانيا كور تشوفها وضعت الكاميرا تركت على حدين معايا ولاد ولا لا؟ عامل ايه بره؟ تعالى شوف ايه اللي هيحصل في السنسيشن ركز معايا حد يقول لي الفاصل ايه بتاع السوبرفيشن؟ سبستنشن اجي اعمل كورس من الطيب ولا لا؟ طيب توصل روت جاي سبستنشن اجي اعمل كورس من الضغط ولا لا؟ يبقى العيال هتفض مفيش انفكشن جاي اعمل كورس من الضغط ولا لا؟ جاي اعمل هنا كورس من الضغط يبقى العيال هتفض مفيش انفكشن حد يقول لي الفاصل ايه بتاع الديك؟ توصل روت غسيل كوسين فوق حصل حاجة لو سالوت غسيل هيكون ايه كوسين فوق حصل حاجة يبقى معنى كده دي سنتيشن يبقى العيان اللي عنده انتظام يضل الهيشن ياخد انهي نوع سوبرفيشن بس معايا بس ركزوا الله يرضى عليك معايا ادخل سوبرفيشن سنتيشن في المنطقة اللي فيها تيومر بس ليه بقى بصوا هنا ادي المنطقة اللي فوق التيومر لو سالوت سبستنشن جيلاتينوز الكوسين طلع حصل حاجة نفس الكلام الناحية التانية طب تحت تيومر بصوني هنا دوسة الوود سبستنشا جيلاتينوزا كروسنج طلعنا دوسة الوود سبستنشا جيلاتينوزا كروسنج طلعنا حصل حاجة يبقى عندي يفقد السوبرفيشال سنسيشن بس في المنطقة اللي فيها تيومر يعني لو تيومر هنا يعني يفقد السوبرفيشال سنسيشن في المنطقة دي فوقيها وما تحتيها يقول لك انا عنده جاكيت sense loss of dissociated nature يعني dissociated فقط بس السوبرفيشن ولا لا يبقى ازاي نفهم اكثر من ضرر الجسم من ضرر ثلاث حاجات بثلاث الاكسترا ميدالا يضغط بالسكر فايبرز ايرن الانترا ميدالا يضغط باليورين ايرن بلادر ايرن الاكسترا ميدالا بس اول تايبس اوف سنسيشن بلو ذا ليفر ريليش الانترا ميدالا جاك سنس لوس اوف ديسوشيشن مفهوم ولا لا؟ ركزوا في اللي جاي دلوقتي طلع عيان اكسترا ميدالا طلع عينك ايه؟ يا فيرتبري يا من جي عرفهم ازاي؟ افحص ظهر العيان لقيت اي حاجه في ظهره يبقى فيرتبري بمعنى لقيت كايفوستيريوسس يبقى فيرتبال كورس لقيت المسافه بين الديسكس قليله ولا لقيت حته بيجمنتيشن او تاست اوف هير فانا بفهم اي مشكله في الغياب في الباك بتقول لي عندها فيرتيبل لو ما لقيتش حاجه في الباك ايه بقى كانش فانا ده لا طلع فيرتيبل اني فيرتيبل حدد الليفل ازاي بالسنسيشن مش خد بالكوا هي بتبقى السنسيشن هتعتمد عليه ما تقدرش تعتمد على الموصف ليه؟ لغايه الراجل مثلا انا ضارب هنا هنا بس ات ذا ليفل اوف ليجن هيبقى في نوع موتور نيورون بارز بس نوع موتور نيورون بارز ده فين في الابدومينال مش هتقدر تعملها ديتكشن ازاي تعرف العضلات في الابدومينال مثلا نوع موتور نيورون بارز مش هتقدر انت بتعتمد على السنسيشن مش على موتور خدت فاهم حاجه؟ فانت حد تاني معايا نبتدي من الاول عايزين احدد مكان الايش يلا لو بين لو كان لو بين السم انت ولا لازم عارف عاوش لو سمنت كده انت سمنت كده فوق لقيت كام ضرر الفرق بينهم ازاي؟ انت بضرر ايه؟ 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 انت بضرر ايه؟
والليفل اوبريشن هنا هيبقى الابدومينال او فاصل مصر، وانا ما اقدرش الفاصل كويس. فاهمين ولا لا؟ اولاد السؤال الثاني، وات ذا ليشن؟ سهل خالص. لو اكيوت ليشن هيبقى فيه شوك اللي بتقعد من اسبوعين ويبقى فيه هايبوتونيا وهايبو وبعد كده تقلب هايبر انفكشن. لكن لو جاتوا ليشن هيبقى هايبوتونيا وهايبر انفكشن فروم خامين ولا لا؟ يبقى لو بصيت الهيمن ليشا لازم تتذاكر مع بعض. طيب لو قلت لك انفستيجيشن انت قلت لا قدرت قلت لا قدرت الحنين طيب يطلع بقى قطرة ممكن انت لما تضل لي ينزل الى فوق الخمسة لا لا ليه لا لانه لازم الموبايلات في مكوان لا هو لما هيك كانه برنت 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 كانه برن